مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. خلينا نقول ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة. أول خطوة على طريق العشرة إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي بيتمها بنجاح كبير، الفوز 4-0 على بطل النيجر سونديب. خطوة جيدة جدا جدا لمشوار طويل. النادي الأهلي بيبدأ مشواره بشكل أكتر من رائع بفوز خماسية. خماسية دي نتيجة اللقاءين، لقاء الذهاب والعودة أمام بطل النيجر سونديب. النهارده النادي الاهلي بصراحه قدم مباراه جيده، على طبعا رغم تواضع مستوى المنافس، لكن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي كانوا على قد المسؤوليه. النتيجه جيده جدا، وكانت ممكن كمان النتيجه تكون اكتر من 4-0، لكن اكتفى النادي الاهلي باربع اهداف علشان يقول ان هو موجود يعني خلاص في دوري المجموعات. النهارده مكاسب كتيره جدا من النواحي الفنيه، مكاسب كتيره جدا من النواحي المعنويه لبعض اللعيبه اللي كانت غايبه بقالها فترات طويله عن النادي الاهلي، رجعت تاني بشكل جيد. كان حصه تدريبيه نموذجيه للنادي الاهلي والجهاز الفني، بيقدم فيه كوره كويسه، بيقدم فيه روتيشن على اعلى مستوى. ان شاء الله باذن الله هنتكلم بتفاصيل على هذه المباراه ومستقبل كمان النادي الاهلي في المشوار الافريقي. لكن قبل كل ده طبعا برحب بزميلتي المتالقه دايما سهام. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على كل مشاهدي النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات الانتصار يا جماعه، حلقات بنعيش فيها فعلا لحظات سعاده، واحنا وكل جماهير النادي الاهلي النهارده يمكن يعني سعداء بهذا الانجاز وسعداء بهذا الانتصار الجديد اللي بيحققه فريق النادي الاهلي. حلم جديد للجمهور بدأ يستناه وبيحلم بيه بعد ما خلاص يعني تودعت النهارده شعار التسعة يا أهلي، وبقيت بتفكر في اللقب الأفريقي العاشر، والنهارده كل الجمهور بينادي بشعار جديد خالص وبيقول العشرة يا أهلي. زي ما كانت النهارده يمكن القضية ممكن، أكيد مع الأهلي كل شيء ممكن، وهو ده اللي احنا اتعودنا عليه من الاهلي. ان شاء الله يتحول هذا الشعار لحقيقه، العشره يا اهلي، لحقيقه ملموسه في الموسم ده. قبل ما نكمل كلامنا اللي احنا هنكمله الحقيقه مع عمر البنوبي الناقد الرياضي، طبعا هنكمل كلامنا ونكمل باقي الكلام اللي كان بيتكلم فيه طبعا زملائنا في الاستوديو التحليلي اللي احنا بنوجه لهم كل شكر برضو. في الفقره الثانيه احنا على موعد مع خط احمر مع زمايلنا احمد اسامه ومحمد فارس والوجبه الدسمه اللي بيقدموها لينا وكل جماهير الاهلي كل اسبوع، اللي انا عارفه متاكده ان انتم بتنتظروها كل يوم ثلاث. ان شاء الله تكون يعني حلقه سريعه بس يعني ان شاء الله تكون مميزه دايما. يعني طبعا كل الكلام على البطوله الافريقيه زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي بيحط رجل في دوري المجموعات. كل جماهير النادي الاهلي كانت يعني بتتفرج على مباراه النهارده، بتشوف الخطوه الاولى هتتم ازاي. الحمد لله النتيجه كانت جيده، وزي ما قلت لحضراتكم كان ممكن النتيجه تزيد بشكل اكبر، لكن يكتفي لعيبه النادي الاهلي ومكاسب كتيره جدا هنتكلم عليها من خلال برنامج النهارده. كمان الاتحاد الافريقي الكاف بيعلن تفاصيل كتيره خاصه بدوري الابطال يعني والكونفدراليه كمان، يعني ان شاء الله يعني قبل ما تنتهي مباريات الدور ال 32 في البطولتين، الاتحاد الافريقي أعلن موعد قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسقها للموسم ده. قال إن إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في مقر الكاف هنا في القاهرة هتتعمل القرعة اللي حدد مواعيد مباريات المجموعة على حسب يعني طبعا القرعة اللي هتتم، لكن الأيام خلاص محددة، أيام المجموعات محددة. هيكون طبعا أول جولة في دوري المجموعات هتكون أيام الحد 13/12 و ده آسف 12 أو 13 فبراير إن شاء الله. الجولة الثانية هتكون يوم 23 فبراير، الجولة الثالثة هتكون من يوم يعني 5 يا 6 مارس إن شاء الله، الجولة الرابعة يوم 16 مارس، أما الجولة الخامسة يوم 2 أو 3 إبريل، الجولة السادسة إن شاء الله هتكون يوم 9 أو 10 إبريل. الكاف طبعا يعتبر نادي الزمالك، وإحنا عارفين إن طبعا بطل تشاد يعني انسحب، فاعتبر طبعا وصول نادي الزمالك لدوري او دور المجموعات من خلال انسحاب بطل تشاد، وبكده تكون يعني كمان بالنتائج النهارده اكتملت. ويوم الجمعه ان شاء الله هنا في القاهره في الكاف هنعرف القرعه، هنعرف ان شاء الله مين الاهلي هيقع قدام مين، ايه مجموعتنا ان شاء الله في الايام اللي جايه. زي ما قلت لحضراتكم النهارده كان فوز مهم حتى على المستوى على
مستوى المعنويات، على مستوى رجوع بعض اللعيبة، على الأداء الجيد لبعض اللعيبة. دي خطوة ويمكن خطوة مهمة جدا في المشوار الطويل ان شاء الله اللي هيستكمله النادي الاهلي للحصول طبعا. زي ما انت قلت سهام ان شاء الله على النجمه العاشره ان شاء الله باذن الله، طريق نحو العاشره باذن الله. عايزين نهني وليد سليمان، عايز اقول له حمد لله على السلامه طبعا النهارده كتير وقفشه حمد لله على السلامه وليد، حمد لله على السلامه قفشه كهربا، الف مبروك. مين تاني؟ لا احنا بقى كمان بدر، تحيه خاصه لسعد سمير. ظهر بشكل رائع سعد طبعا، بقى له فتره طويله، بقى له فتره طويله قوي صحيح. بقى له فتره طويله قوي قوي. مبروك، الف الف مبروك عودتكم مره ثانيه. هو ده الاهلي ان شاء الله، احنا متفائلين. الطريق نحو العاشره يعني البدايه الحقيقيه، نبدا نقول يعني خلاص خلي يعني إن شاء الله. يعني خلي بالك سهام الصعب اللي جاي، لان طبعا يعني فوز كبير، فوز مستحق للنادي الاهلي لكن تواضع المنافس. لكن احنا خلينا نقول ان ان شاء الله يعني المشوار الحقيقي والبدايه الحقيقيه ان شاء الله في دوري المجموعات باذن الله. الله باذنك يا رب ان شاء الله على خير. في خبر حزين حقيقه النهارده، يمكن يعني بنتكلم عن اسطوره جديده من اساطير النادي الاهلي الخالده الحقيقه، الكابتن فؤاد ابو غيده. الكابتن فؤاد ابو غيده النهارده وفاته المنيه، والنهارده النادي الاهلي بيعلن في بيان رسمي عن خالص تعزيه وحزنه طبعا لوفاه اسطورته السابق. وجه في بيان الاهلي كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضيه ينعون ببالغ الحزن والاسى الكابتن فؤاد ابو غيده لاعب الأهلي السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. طبعا إحنا يعني إن شاء الله يلهم أسرته الكريمة صبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. عايز أقول لحضراتكم طبعا كابتن يعني فؤاد أبو غيدة علم من علامات النادي الأهلي تحديدا في الستينات، وطبعا الجيل الذهبي ده اللي ضم أسماء كبيرة جدا، كابتن صالح سليم، كابتن رفعت الفناجيلي، اسماء يعني طبعا كابتن طارق سليم والشيخ طبعا كلها اسماء كبيره، كابتن ميمي الشربيني، كابتن ميمي عبد الحميد، كل دول، مروان الكنفاني، ده كان نجوم او سعيده بن نور، طبعا كلهم نجوم من الستينيات وكانوا عظماء. ويمكن الله يرحمه الكابتن فؤاد ابو غيده كمان كان بيطلق عليه جوكر خط الدفاع. يعني تخيل كان في هذا العصر جوكر بيلعب باك يمين ولعب باك شمال، وأدى فيهم بشكل أكتر من رائع، مركزين السردباكين أدى فيهم بشكل أكتر من رائع، ربنا يرحمه. يعني أسطورة من أساطير النادي الأهلي بتفرقنا النهاردة. وكان طبعا أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي بينعي طبعا أسرته وكل محبيه على فراقه، ربنا يرحمه يعني ويصبر أهله. ويعني دايما دايما النادي الاهلي طيب ما بينساش حد، يعني لو من الستينات من السبعينات كل النادي الاهلي طبعا يعني ما بينساش ابنائه الخالدين، وخاصه اساطير النادي الاهلي في الجيل الذهبي طبعا. ولما تتكلم كمان عن مواقفهم، يعني النهارده لما حصل النهارده يمكن في موقف في ايام النكسه في 67، واحنا بنتكلم لما جت حرب يونيو دي وحصل ايقاف للنشاط نشاط كره القدم في مصر، اعلن ابو غيده اعتزاله. تخيلوا يعني اعلن اعتزاله لكره القدم نهائيا، فربنا يرحمه وهيفضل علامه طبعا من علامات كره القدم المصريه. اكيد ربنا يرحمه ويلهم اهله واسرته الصبر والسلام. هنطلع لفاصل سريع جدا، وبعد الفاصل نستقبل الفقره الوحيده في البيت الكبير عمر البنوبي ناقد الرياضي. تفضل. الفقرة الوحيدة اللي معانا احنا هنا في البيت الكبير دلوقتي مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. زي ما احنا متعودين كل يوم ثلاث بنتكلم في موضوعات مهمة جدا، بالتأكيد اول الكلام هنتكلم عن فوز النادي الاهلي النهاردة على سونداب 4-0، ووصل النهاردة الاهلي للدور 16 دور المجموعات. وايضا هنتابع اخبار طبعا نجومنا المحترفين كالعادة. برحب بيك يا عمر. اهلا بيك يا سلام، الدنيا منوره كابتن هاني، منورنا وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله سنه سعيده عليك ان شاء الله. يا رب سنه سعيده على المصريين كلهم وعلى كل الناس في كل الدنيا يعني ان شاء الله. بدايه حلوه مع النادي الاهلي طبعا. الاول قبل
بعد كده عايز اعزي اسره النادي الاهلي واسره الكره المصريه والفلسطينيه في اللي راح الكابتن فؤاد ابو غيده. يعني الحقيقه هو كان من المدافعين الكبار جدا اللي كان دائم تسجيل الاهداف كمان بضربات الراس، وجزء من تاريخ النادي الاهلي فتره كان فيها بطولات برضو مع جيل عظيم ربنا يرحمه، وبنعزي عائله الكره في النادي الاهلي وفي الكره الفلسطينيه كمان ربنا يرحمه. ودايما بنجيب سيره الاساطير وسيره البطولات، واحنا في بدايه بطوله غاليه علينا دايما البطوله العشرة. النهارده شفت مباراه الاهلي وسناديب ازاي، يعني كلنا شفناها على المستوى الفني باختصار، شفتها ازاي واهم مكاسب النادي الاهلي من مباراه النهارده؟ يعني اعتقد النهارده نتيجه كبيره 4-0، لكن كان ممكن تبقى اكبر وكان المفروض تبقى اكبر. اعتقد انه الاهلي عنده عقليه الفوز بعدد كبير من الاهداف، موسيماني نفسه عنده نفس العقليه دي، كنت اتمنى ان النتيجه كمان تزيد اكتر من كده، لكن هي برده كبدايه ما بتحاولش تغامر. النقطه دي يا عمر هكلمك فيها باختصار سريعا، لان انا كنت بتفرج وكان الاهلي اول ما جاب جول قلت ان شاء الله نكسب مش اقل من 6-7 النهارده، وكان عندنا حقيقي فرص ان احنا نسجل. طبعا عمل اللي عليه النادي الاهلي، لعب على قد المباراه، لكن هرجع لثقافة اللعيب المصري ان لو انت قادر تكسب 7 و8 و9 اكيد ديت لازم تكون موجودة. النادي الاهلي عندها شغل ده وحاولت، لكن مش المحاولة الجادة. يفرق قوي لو انت النهارده كسبت مثلا 7-0 او 8-0 والنتائج كلها بتتذاع على كل الصحف العالمية والافريقية، والاهلي كسب صناديق 8 او 9-0، دي بتأثر معنويا بالايجاب حتى في مشوارك، حتى لما بتقابل منافس قوي بيعمل حساب ان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عنده قوة هجومية لا يستهان بيها. يعني هو ده اكيد، واعتقد ان كمان بخلاف ده اولا هي بيبقى فيها رقم قياسي، انت بتحاول دايما تضرب ارقامك القياسيه تحقق اكبر فوز في تاريخك في بطوله افريقيا. 13-0 بالظبط، دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان انت بتبقى حابب تدي انذار لكل المنافسين، ترفع معنويات لعيبتك. لكن اللعيب المصري يا كابتن هاني وحضرتك عارف احيانا لما تبقى النتيجه كبرت قوي ومثلا 4-0 يبتدي بقى يريح شويه، يلعب بيستعرض شويه. في مدرسة كمان شرق أوروبا في الكرة مختلفة في الحكاية دي، يعني حتى مش مثلا مش هقول لك ألمانيا، رومانيا مثلا، فرق رومانيا أفتكر بتنزل ماتشات الودية زي الماتشات الرسمية بالظبط، رغم أن هو الكرة بتاعته مش عالية قوي، لكن أفتكر مثلا مع فريق مصري برضو بيلعب ماتش ودي مع فريق من رومانيا اتغلب 7-0 في معسكر في سويسرا، أنا فاكرها كويس يعني، لأنه بينزلوا ياخدوا الموضوع جد قوي. هو الأهلي كان واخد جد، بس أنا كان نفسي ده أمنياتي ان انا بتفرج ان النتيجه تبقى مثلا 7-8 هتفرق معانا يعني. بالتاكيد، لكن انا شايف انه الاهلي حقق مكاسب اللي هو محتاجها كلها من المباراه. عندك كل الخطوط بتسجل اهداف، من اول بدر بانون بيسجل اول هدف له رسمي وفي بطوله افريقيا كمان، عندك وليد سليمان بيرجع وبيسجل، عندك طاهر محمد طاهر النهارده. طب ما تيجي ناخدهم بالترتيب، نبدا من طاهر. يعني نبدا من طاهر. طاهر اعتقد ان هو لا، طاهر لعيب كويس باين من بدري جدا من هو في المقاولين العرب وفتره لوهافر الفرنسي، ولما رجع مصر تاني هو لعيب عنده امكانيات جيده جدا في الجانب الهجومي عالي قوي. اعتقد ان الاهلي هيستفيد منه كتير الفتره اللي جايه. كنت اتمنى محمد شريف كمان يسجل في المباراه دي. اعتقد انه يعني مجموعه اللعيبه اللي لعبت النهارده كلها حاولت انها تقدم اللي عندها. صحيح. برضو للاسف ما نقدرش، بالمناسبه مش عاوز الناس دايما تحكم على الاهلي في الماتشات اللي احنا فيها في الفتره دي، فتره الكورونا دي يا جماعه والله ما ينفع يتحكم فيها على اداء جماعي للفريق، لان التشكيل مش هيبقى ثابت للاسف. مستحيل طبعا، الموضوع بقى صعب قوي. طبعا الحكايه بقت محتاجه انك طول الوقت يعني بتحاول تحكم على العناصر فرديا شكلهم ايه، ادائهم الجماعي في الجمل اللي بيتعلموها او بيحفظوها في التدريب. صحيح. والاداء نفسه في مجمله بتشوفه هو بتقيمه ازاي. اعتقد كمان انه يعني كهربا بيسجل، ضيع فرص كمان كنا نتمنى انه يسجل اكتر. اعتقد ضيع برضو فرص يعني، هو الفرص كانت كتير في الماتش ده، والاهلي سجل والاهلي صعد، وهو ده الاهم. اعتقد ان احنا كنا عايزين نشوف بقى حته دور المجموعات، لان كمان البطوله دي مش تبقى زي البطوله اللي فاتت، يعني خلاص احنا خدنا على اجواء الكورونا، الفرق كلها بدات يعني تستعد وتجيب لعيبه، وبقى في تغيير في السكواد بتاع كل الفرق. اعتقد ان البطوله دي الاهلي لازم يدافع بشراسه عن اللقب بتاعه، مش متعودين البطولات الافريقيه اصلا تغيب عن النادي الاهلي، متعودين كنا
على طول في موجودين في النهائي صحيح. وما بنخسرش الا بفعل فاعل يعني انا شايف كده ده وجهه نظر يعني حتى مثلا نهائي 2007 انا خسرته بفعل فاعل لكن انا على طول موجود على طول انا بنافس هو ده اللي المفروض بقى يبقى موجود الفتره اللي جايه خصوصا ان انا يعني بعمل تعاقدات قويه عندي فرقه قويه مدرب عنده خبره في البطوله مدرب واخد البطوله قبل كده مرتين مع فريقين مختلفين فعايزين نكمل كمان الفتره اللي جايه النهارده احمد ياسر ريان بيبدا اساسي بيكام عايزك تقول لي موسيماني النهارده اعتمد على ايه في وضع التشكيله ديت هلا علشان يمكن تواضع الفريق المنافس مثلا ولا في اسباب اخرى خلت موسيماني يعني يحط التشكيله لا هو طبعا بالتاكيد في بعض الغيابات الاضطراريه لكن كمان تواضع المنافس فنيا ادى موسيماني اريحيه في اختيار التشكيل واختيار اللعيبه انه هيدي فرص لبعض اللعيبه اللي ممكن ما كانتش بتلعب اساسي الفتره اللي فاتت هياخد فرصه النهارده ويبقى شارك في بطوله دوري ابطال افريقيا وبيحتك على مستوى برضو يعني مختلف عن مستوى مباريات الدوري فاعتقد انه بالعكس يعني كانت فرصه حلوه لموسيماني انه يدي فرص احمد ياسر ريان بيلعب اساسي ادى بشكل كويس اعتقد انه احمد ياسر ريان كمان وبيكم ادى بشكل كويس وبيكم كمان من الاول بادئ كويس احمد ياسر ريان ايه احمد ياسر ريان اعتقد انه في الماتشات اللي جايه كمان ولما يبتدي ياخد دقائق كمان اكتر في ماتشات الدوري وماتشات افريقيا هيادي بشكل جيد انا متفق معاك في نقطه كمان لاحمد ياسر امكانياته عاليه جدا بس انا حاسس انه مستعجل يجيب جول يعني عنده يعني هو لعيب مميز جدا على فكره كمان بيعمل اسيست كويس النهارده عمل كره حلوه قوي واتعمل اوفر كويس لكن حاسس ان هو ستريس شويه ان هو عايز يجيب جول فلازم دوت يبقى ريلاكس اكتر واحنا عارفين امكانياته والنادي الاهلي عارف امكانياته وهيسجل لكن لما اللعيب بيحس ان هو لا لازم اسجل دلوقتي بيبقى عنده صعوبه شويه دي نصيحه المدرب ونصيحه اللعيب صاحب الخبره يا كابتن هاني اللي حضرتك بتقولها لانه احنا شفنا ريان وهو بيسجل مع منتخب مصر الاولمبي ويعني اهداف مؤثره وبينزل حتى في دقائق قليله يقدر يصنع الفارق شفناه في الجونه فتره الاعاره وهو بيسجل وبينافس على هداف الدوري لفترات وهو ما يستعجلش وهي هتيجي الاجوان هتيجي فعلا انا شايف انه كمان لا ريان مستقبل لهجوم النادي الاهلي اتمنى كمان ياخد فرص اكتر الفتره اللي جايه هيكون هيأدي بشكل كمان افضل من كده هو بس فعلا حته الهدوء والهدوء دي بتيجي بالخبره يا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا هو لسه برده ريان مهما كان هيلعب عايز يلعب اولمبياد الفتره اللي جايه دي بيبقى حاططها طول الوقت قدام عينه فعاوز يشارك وعاوز يسجل اهداف علشان المدرب ياخده معاه في الاولمبياد الموضوع مش سهل والمنافسه على راس الحربه شرسه في النادي الاهلي في والتر بواليا جه عندك مروان عنده خبراته الدوليه برده ولعيب كويس جدا محمد شريف بيأدي بشكل هايل ريان انا شايف انه في النهايه المنافسه في المركز ده في مصلحه النادي الاهلي اكيد ما كانش ينفع برده ان مركز الهجوم في النادي الاهلي يفضل طول الوقت انا معتمد على مروان لوحده طول الوقت حتى مروان من كتر الاعتماد عليه في وقت الوقت اصابه لا قدر الله بيجي فترات مش موفق صحيح. او بيجهد فانت ما تقدرش ساعتها تحكم على خط هجوم النادي الاهلي وممكن تتحط في ازمات في مباريات فبالتالي لما يكون عندك اربع عناصر او خمس عناصر جاهزين في المركز ده افاده للنادي الاهلي اعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى تشهد شكل مختلف على المستوى الهجومي للنادي الاهلي صحيح. طب مش عايز انسى كمان قبل ما ندخل في بيكم وتقييمك لادائه النهارده عايز اتكلم عن علي لطفي كمان يمكن من فتره طويله قوي ما شاركش بيعتمد عليه النهارده موسيماني بشكل كبير بدلا من محمد الشناوي لا انا شايف ان علي لطفي اصلا حارس كويس ومفيش حارس مرمى هيبقى موجود في النادي الاهلي ومش هيبقى على المستوى المنافسة في مركز حراسة المرمى دايما بتبقى شرسة لكن الفرصة بتبقى في ثبات التشكيل أو ثبات حارس المرمى في كل فرق العالم بتبقى كده التناوب بيكون في البطولة الثانية ممكن في بطولة الكاس بدي فرص أكتر لمصطفى شوبير أو بدي لعلي لطفي أعتقد مصطفى شوبير كمان يعني مبشر وهو المستقبل قدامه والفرص قدامه الفترة اللي جاية الأهلي الميزة اللي أنا شايفها في آخر موسمين إن إحنا عندنا حتة التدوير بدأت تبقى موجودة وتبقى موجوده بشكل فعال مش موجوده كلام بس مش بقول كلام ان انا بعمل تدوير وفي لعيبه فعلا ما بتاخدش فرصه او ما بتاخدش فرص حقيقيه لا بالعكس السنه اللي فاتت كل اللعيبه شاركت تقريبا كل اللعيبه في القائمه شاركت الا اللي مش مساعد نفسه انه يشارك واللي مش مساعد نفسه يشارك هو مشي خلاص خرج طبعا بالظبط فبالتالي الفتره اللي جايه كمان هتشهد نوع من التدوير الاجباري كمان علشان ظروف المرحله اللي احنا فيها علشان الكورونا في نفس الوقت ان انت كمان عندك لعيبه كل اللعيبه مستوياتها عاليه وعندك نوع من الانضباط وكل لعيب بيحارب على انه يبقى موجود في التشكيل الاساسي وده كان مهم كمان خلينا نتكلم على جزئين الجزء الاولاني اداره النادي الاهلي كانت موفقه جدا ان السكواد يكبر وعندك دلوقتي اكيد في كل مركز اكتر من لاعب مميز عشان نتيجه طبعا كورونا ونتيجه ان التداخل تحديات كتيره وبطولات كتيره ودايما البطولات بيكون فيها مفاجآت النهارده كان في مفاجاه على مستوى الدور ال 32 للبطوله الافريقيه بخروج الرجاء
الرجاء خرج النهارده على يمكن فريق يمكن متواضع فنيا شويه. فريق طنجات السنغالي فريق لسه يعني بيشارك، اعتقد انه من المرات النادره ان احنا نشوف فرق من السنغال كمان تظهر في في دور المجموعات. ما كانش في فرق من السنغال كتير نفتكرها انها تبقى موجوده في دور المجموعات. كمان الملعب كانت حالته سيئه جدا النهارده من الامطار هناك في المغرب. و هي كان نتيجه المباراه الذهاب كام؟ النتيجة كان 0-0 هناك، 0-0 هناك بالزبط. في السنغال، وهنا كمان في المغرب بعد كده لجأوا لركلات الترجيح وخسر الرجاء 3-1 بركلات الترجيح. اعتقد ان هي مفاجاه طبعا، لان الرجاء كان في السيمي فاينل في المربع الذهبي في النسخه اللي فاتت، دلوقتي هو اوت. اعتقد البطوله لسه فيها مفاجات كمان. الوداد كمان كان مغلوب 1-0 من الملعب المالي. ويعني انا شايف في نتائج كمان كانت كبيره قوي في البطوله في الذهاب في دور، يعني مثلا شفنا المريخ بيكسب انيمبا النيجيري، المريخ السوداني بيكسب انيمبا النيجيري 3-0 مثلا. ودلوقتي بدا انيمبا يضايق بعثه المريخ هناك في نيجيريا، يعني يقول لك فوجئنا النهارده بعثه المريخ نزلت بيان رسمي انه نادي انيمبا بعت لنا الدكاتره بتوعه هم اللي يعملوا البي سي ار ومفيش حد من الكاس عايز يطلعوا كله ايجابي. اللي على غير التوقعات ده بيحصل بسبب برضو يعني ظروف كورونا اللي احنا كلنا بس بنعيشها. مش دايما، لا، في مفاجات فنيه، وانا شايف انه كمان في فرق في افريقيا وفي غرب افريقيا وفي وسط افريقيا بدات تطور من مستوياتها، سواء على مستوى اللعيبه اللي بتطلعها، سواء من اللعيبه اللي بيجيبوها من الدوريات المحليه، او حتى اللعيبه اللي بيجيبوها محترفين من جوه افريقيا نفسها. في نقطه ثانيه انه بداوا يجيبوا مدربين من مدارس مختلفه، يعني انا برضو لما جيت بصيت على المدربين اللي موجودين في دور ال 32 مع الفرق اللي موجوده، لا في مدربين كتير، يعني مثلا في مع سيمبا التنزاني في سيفين فاندنبروك. سيفين فاندنبروك ده كان الاسيستنت كوتش بتاع هوجو بروس لما خدوا بطوله امم افريقيا على حساب منتخب مصر في 2017، مدرب بلجيكي صغير في السن وشاب وقدر انه بينافس على الدوري التنزاني دلوقتي مع سيمبا، وموجود في دوري ابطال افريقيا وممكن يتاهل. تمام، غير كده كمان شفت مثلا شباب بلوزداد الجزائري كسبان 6-0 جورماهيا الكيني، مع ان جورماهيا الكيني دايما بيلجأ للمدرسة الانجليزيه، قبل كده كان عنده فرانك نوتال مدرب، وعندهم دلوقتي مدرب انجليزي برده موجود، غلبوا 6-0 هيلعبوا ماتش العوده بكره. خلاص شباب بلوزداد يعتبر صعد، بالمناسبه معاهم امير سعيود لعيب النادي الاهلي السابق متالق جايب هاتريك في الماتش اللي فات في جورماهيا، وكان لعيب كويس قوي بس ما كانش محظوظ مع النادي الاهلي. شايف كمان الصفاقسي التونسي برده حته المشاكل بتاعت كورونا، بالمناسبه مثلا صفاقسي هيلاعب مولوديه الجزائر مغلوب 2-0 الماتش الذهاب بجونين سجلهم سامي فريوي مهاجم كويس جدا في الدوري الجزائري. طلبوا النهارده انه لا احنا عايزين نعيد المسحه بتاعت فريق المولوديه بالكامل، لان هم عندهم حاله واحنا كويسين جاهزين وعايزين نعيد لهم المسحه عشان نشوف ايه الحكايه. موضوع الكورونا بدا يستغل كده في فرق افريقيا برده شويه، مش هو لا عمليه كل الفرقه بتحاول تتضايق اللي قدامها شويه بالحرب النفسيه، يعني اجراءات حرب نفسيه بالظبط، يعني زي ما بيعمل انيمبا كده مع المريخ السوداني. المريخ السوداني قرر يشتكي للكاف طبعا على الموقف ده. بالمناسبه برضو اللي بيدرب الصفاقسي التونسي هو انيس بوجلبان لاعب النادي الاهلي السابق، يعني الاهلي موجود في كل حته صحيح، يعني حتى في فرق الجزائر فرق تونس الاهلي موجود في كل حته. طب خلينا نتكلم على الجمعه الجايه، وده المهم يمكن احنا عندنا فاصل. طيب بعد الفاصل خلاص هنتكلم، ده مهم جدا كمان لجماهير النادي الاهلي، نتكلم على القرعه ونظام القرعه ايه والايام، احنا حددنا خلاص الايام، لكن كمان تتمنى بقى وجود الزمالك في الاهلي في مجموعه واحده، نتكلم على فرق ان شاء الله على فرق الوصله والقرعه ان شاء الله يوم الجمعه، بس بعد هذا الفاصل. إذا الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد. عايز أتكلم مع عمر البنوبي عن أبرز اللي استوقفك فيما يخص الفرق. إحنا عندنا 5 فرق تم تصعيدهم بما فيهم الأهلي والزمالك. يعني هو طبعا الأهلي والزمالك صعدوا، الزمالك صعد بانسحاب جزائري لتشادي للظروف، مشاكل عندهم غريبة جدا مش فاهمها لحد دلوقتي بصراحة، إزاي وزير الرياضة هناك يمنع الفريق إنه يجي، بس مفيش مشكلة والزمالك محظوظ يعني عدل. في طبعا شفنا سان داونز كايزر تشيفز لاول مره بنظام بطوله جديد يصعد دور المجموعات. كايزر تشيفز من الانديه برضو اللي الاهلي خد على حسابها قبل كده سوبر افريقي، ومن انديه جنوب افريقيا الشهيره يعني. شفنا مفاجاه خروج الرجاء وصعود الفريق السنغالي طنجات لاول مره. اعتقد انه يعني بكره بقى هتتحسم باقي الناس اللي هتصعد، الفرق اللي هتصعد. انا شايف انه شباب بلوزداد خلاص شبه حسم، مثلا كسبان 6-0 في الماتش الذهاب قدام جورماهيا كيني. شايف برضو الصفاقسي ما زال عنده فرصه لانه هيلعب بقى على ارضه
ضد السوداني ضد المولودية. الهلال اعتقد انه عنده فرصه كبيره طبعا انه يلعب عشان تيكو توكو، يعني ما اعتقدش ان المباراه تبقى صعبه عليه قوي. المريخ عنده فرصه رغم مضايقات انيامبا، كسبان 3-0 في مباراه الذهاب. يعني اعتقد انه هيبقى برده في فرق قويه وفرق لها تاريخ موجوده في دور المجموعات. انت بتتمنى احنا نقابل مين؟ لا اتمنى لنا مجموعه حلوه كده ويكون فيها الزمالك صراحه، ده رايي انا فعلا. لما يعني الزمالك يبقى معايا في الزمالك تبقى يعني طبعا في وجهه نظر، يعني بالزبط. لما يكون عندك الزمالك في نفس المجموعه بيبقى برده الموضوع مش هيبقى سهل برده من فرقه الزمالك فرقه كبيره، لكن ما قلناش سهل، لكن يعني الجزء الثاني بيتكلم ان برده فرقه من مصر لازم تكون يعني زي السنه اللي فاتت، يبقى فرقتين من مصر بيوصلوا لابعد نقطه. يعني ده بالتاكيد يهمنا لو هم مش في مجموعه واحده، لكن انا اللي اقدر اقوله انه انا ليه بفضل دايما ان الزمالك يبقى مع الاهلي في المجموعه، لانه اولا الاهلي لما يكون الزمالك معاه في مجموعه واحده الاهلي بيبقى موفق جدا تاريخيا على طول، يعني بيبقى خلاص طريقه سالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مساله السفر دلوقتي بقت مشكله يا كابتن، وانا دايما بفضل انه لما الاهلي يكون في مجموعه انه يكون المسافات ما بين الفرق اللي موجوده تبقى قريبه، لان انا اخشى انه الاهلي ينزل يبقى في مجموعه ومعاه فرقه من جنوب افريقيا مثلا، ومعاه فريق من غرب افريقيا، ومعاه فريق مثلا من الجزائر، هتبقى القصه في السفر مجهده جدا، والمساحات المسافات بالظبط، وموضوع المساحات الطبيه، بخلاف انت ضغط جدول الدوري بتاعك هنا، ده اللي انا دايما ببصص له، انه انت جدولك هنا مضغوط، مفيش منفذ زي ما بنقول، تلاحم مباريات طول الوقت، فبالتالي انا لما يبقى معايا فريق من مصر وهلعب في مصر ومفيهاش مشكله الحكايه تبقى بسيطه، لكن انا اتمنى لو الاهلي والزمالك في مجموعتين مختلفتين، لا اتمنى اشوف الاهلي والزمالك في النهائي مره ثانيه. اكيد اكيد يعني، ودايما انا يعني انا ليا وجهه نظر في الجزئيه دي، طبيعي ان الاهلي باصص على البطوله، اللي بيبص على البطوله مهما كان المنافس بتبقى العمليه بالنسبه له سيان، يعني ما فيهاش مشكله، لكن بحترم وجهه نظرك جدا، لان طبعا ده اكيد هياثر على المستوى البدني لو الاهلي عنده يعني المسافه بعيده. لكن خلينا نتكلم من جزئيه ثانيه، ان الفرق اللي واصله فرق كويسه، يعني اعتقد هتبقى بطوله كمان صعبه. الفرق كل الفرق اللي واصله لدور او دور المجموعات مع التصفيات كمان هتفرز افضل ما فيهم، فهتبقى الموضوع فعلا بطوله مش هتبقى سهله، او الطريق مش سهل ايا كان. اعتقد انه الاهم في البطوله بتاعه النسخه 2021 السكواد بتاعك يبقى قوي، ان تبقى موفق على نفسه، موفق على نفسه بالزبط. كمان يا عمر ده بقى السلامه بقى، دي خطوه صحة. دي يعني دي حته فيروس كورونا انه يبقى بعيد عن الفريق، دي اهم حاجه علشان ما تفقدش عناصر مهمه قبل مباريات قويه او قبل مباريات انت محتاج فيها انك تجمع نقاط او مباريات نوك اوت. في نفس الوقت كمان انه يكون عندك حته اللي احنا اتكلمنا فيها، حته المسافات والسفر والكلام ده كله، الحاجات دي كلها عوامل وبتفرق، لكن الاهم ان انت جاهز زي ما كابتن هاني قال، ان احنا الفريق اللي عايز ياخد بطوله هو ما بيبصش لا لاسم المنافس ولا بيبص لاي صعوبات، هو بيبص لانه عنده هدف وعاوز يحققه. كل ماتش عاوز اكسب الماتش ده علشان اقدر ان انا اصعد واكمل لحد ما اوصل للفاينل واقدر اخد البطوله. ده النادي الاهلي بالزبط. انت كعمر ما تحبش ان الاهلي يقابل مين من الفرق اللي عمر البنوبي ما يتمناش انه يقابلها؟ لا انا شايف انه الاهلي على مستوى الفني السنه اللي فاتت والسنه دي يقدر على اي فريق موجود في افريقيا، لكن الفكره كلها انه انا مثلا بفضل ما العبش مع فرق شمال افريقيا بدري، يعني ممكن العب معاهم في النوك اوت، لكن ما العبش معاهم في دور المجموعات، بتبقى ماتشات يعني صعبه ودمها تقيل بلغه الكوره يعني. فاتمنى انه احنا نلعب مجموعه زي مجموعتنا مثلا بتاعه السيزون اللي فات او النسخه اللي فاتت من البطوله. بشوف ان دايما الاهلي بيجيد يتعامل مع انديه، حتى لو انديه جنوب افريقيا، لو انديه من غرب افريقيا، من وسط افريقيا، لكن مواجهات شمال افريقيا بتبقى صعبه وبتبقى فيها نديه كبيره جدا، فلو جات لك في دور المجموعات بتبقى دمها تقيل مجهده شويه. طيب نسيب ده كل دوت ان شاء الله، نروح للدوري المحترفين المصريين. لكن قبل ما نخش المحترفين المصريين، سؤال صغير بالنسبه لسوق الانتقالات في الموسم اللي جاي. عندنا لعيبه كتيره جدا جدا فري، عندنا ميسي، عندنا راموس، عندنا اجويرو، عندنا علبا، عندنا مودريتش، عندنا ابراهيموفيتش. شايف دول القصه رايحه بيهم لفين؟ والسوق الانتقالات خاصه انت عارف ظروف كورونا، سريعا في الجزئيه دي قبل ما نخش على مجموعه محترفينا. يعني عارف يا كابتن هاني، من نقدر نقول برضو تاني الكلمه اللي قلناها قبل كده، اسوء قرارات برشلونه انه لم يترك ميسي
وياخد منه عائد مادي، ده اولا. ثانيا حضرتك شوف ذكرت كام اسم، الاسامي دي تروح اي فريق تادي مفيش كلام. شفنا تجربه ابراهيموفيتش نفسها، وبالمناسبه الجيل اللي موجود من اللعيبه مش زي الجيل اللي قبله، يعني لو شفنا مثلا رونالدو الكبير، لو شفنا رونالدينيو، لو شفنا ادريانو، لو شفنا في لعيبه كتير كانت قويه جدا وكسرت الدنيا، واخده بالون دور واخده افضل لعيبه في العالم، لكن ما بتكملش، مفيش استمراريه. اللعيبه اللي موجوده في الجيل اللي موجود دلوقتي ده كلها عندها استمراريه. شوف رونالدو دلوقتي في يوفنتوس عامل ايه، ابراهيموفيتش داخل على 40 سنه ويعني كسر الدنيا، مش عارف ايه حكايته بصراحه ما شاء الله يعني. ميسي راموس نفس الكلام، راموس، اللعيبه كلها واقفه على رجليها فنيا وتقدر تأدي موسم واتنين كمان. فبالتالي اعتقد انه ده هيأثر في سوق الانتقالات، بالمناسبه حته ان هم فري دي برده بسبب اول مره في التاريخ يعني موضوع الكورونا خلى برده كل الناس خدت خطوه لورا في موضوع الانتقالات السيزون اللي فات، فعمل الفجوه اللي احنا شايفينها دي. اعتقد ان هيبقى لها دور كبير. يعني في اوروبا بيتكلموا عن انه باريس سان جيرمان عاوز ميسي، انه ليفربول عاوز مبابي، انه محمد صلاح دلوقتي عليه كلام في الانديه الكبيره برده في اوروبا سواء ريال مدريد او برشلونه بالظبط. فاعتقد انه هيبقى في مفاجاه يا كابتن هاني برده، يعني هنشوف شكل مختلف للدوريات الكبيره السنه الجايه. هيأثر دوت على اتجاه صلاح يعني؟ اه طبعا. الانتقالات ديت ما بين اللعيبه الكبار، ميسي مثلا هيروح، لو هيروح نادي يبقى صلاح هيأثر عليه في الجزء ده. يعني انتقالات اللعيبه الكبار دول خاصه ميسي، ابراهيموفيتش، بنتكلم كمان على يعني راموس، بس راموس في حته ثانيه، بس بنتكلم عن الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه. هي دي نقطه يا كابتن هاني، لو جينا حسبناها، وده الصحافه في اوروبا اتكلمت عنه في اليومين اللي فاتوا، ميسي هيمشي فري، هيروح باريس سان جيرمان، هو الاقرب لحد دلوقتي الكلام انه الاقرب باريس سان جيرمان. ليفربول عاوز يدعم صفوفه بمبابي، وكلام ان يورجن كلوب في الصحافه برضو، الصحافه حتى الاسبانيه اتكلمت في النقطه دي، انه فاتح معاه خط طول الوقت ومتابع معاه علشان عاوزه في ليفربول. فساعتها محمد صلاح هيكون هدف لبرشلونه قبل اي نادي، قبل اي نادي هيكون برشلونه بيدور على لعيب يقدر يشيل الفرقه. وانا بقى فخور قوي وانا بتكلم عن لعيب مصري ان احنا بنتكلم معاه في الدايره دي. طبعًا. بصراحه يعني لما بتكلم عن الدايره، دايره الانتقالات في اوروبا، واقول محمد صلاح وبرشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، فخر لكل المصريين الحقيقه واللي بيحبوا الكوره ان يبقى عندنا لعيب بالمستوى ده. اعتقد ان هي هتمشي كده، لازم هتمشي كده يا كابتن هاني، ما اعتقدش ان هي هتطلع بره الحكايه دي. طيب سريعا جدا خلينا نروح لالمانيا، عايزين نتكلم عن عمر مرموش شويه وخطوه انتقاله لسان باولي، عايز اعرف بقى منك التفاصيل. يعني هو النهارده فعلا عندك تفاصيل؟ النهارده نادي فولفسبورج اعلن انتقال عمر مرموش اعاره لمده سنه لنادي سان باولي. اعتقد كابتن هاني حضرتك عارف نادي سان باولي، كان فرقه كانت موجوده شويه بونز ليجا، بتنزل وتطلع وكده. وهم النهارده على فكره فولفسبورج لما اتكلم عن اعاره مرموش اتكلموا في ده لما انضموا النهارده لسان باولي، هم اتكلموا عن انه هو رايح علشان يلعب اساسي وياخد خبرات ويرجع تاني، انهم مش عايزين يستغنوا عنه. هم الفكره اللي بيعملها النادي الاهلي، اللي بيعملها النادي الاهلي وبيعملها اي نادي كبير عنده لعيب مش عايز يعني، هو مش هياخد فرصه بشكل كامل دلوقتي، فممكن ياخد فرصه في نادي يكون اقل شويه لكن يشارك اساسي يكتسب خبرات. اعتقد ان هي خطوه كويسه عشان يشارك. انا اتفق معاك، مفيش لعيب يعني، ممكن في ناس تشوفها انها خطوه لورا، انت رايح ليه ده فريق درجه اولى، يعني ما خليك في البونز ليج، بس انا ممكن ابقى في البونز ليج وقاعد على الدكه، طب ليه ما انا اروح فريق درجه اولى؟ بالمناسبه يا جماعه والله في حاجه لازم الناس تبقى برضو عارفاها، انه الدوري درجه الاولى في انجلترا اقوى من دوريات ممتازه في اوروبا، مش بكلمك على بقى منطقتنا احنا، يعني دوري الدرجه الاولى في انجلترا ده من اعنف واقوى الدوريات على المستوى الفني، مش الشامبيونشيب كمان، لا تشامبيونشيب، تشامبيونشيب طبعا، دوري انا اشتغلت فيه، دوري صعب جدا وبيحتاج مدربين من نوع خاص، مدربين عندهم قدره على انه السكواد بتاعته تبقى قويه، هيعرف يعمل انتقالات شكلها ايه، هيحافظ على فرقته ازاي، هينافس ازاي على مقاعد صعود. اعتقد انه فرقه سان باولي على فكره بالمناسبه دوري الدرجه الاولى كابتن هاني، لا انت بتكلم لسه بقول لك اسمها بوندس ليجا سفاي او بوندس ليجا 2 وبوندس ليجا 3 بقى دوري محترفين، محترفين يعني من بالزبط. 5 سنين ضافوا يعني السكن ديفيجن والثيرد ديفيجن بقى نادي محترفين، فالموضوع مختلف تماما. الناس تسمع ده راح نادي درجه ثانيه، لا الموضوع مختلف لان التنافس كبير جدا، اللعيبه على مستوى عالي موجودين، فلا ده حاجه كويسه انه ياخد خبرات النادي دوت. انت عارف يا سهام اصلا دوري الدرجه الاولى ده في المانيا في فرق ايه؟ في هامبورغ هو المتصدر دلوقتي، هامبورغ فرق كان بينافس في اوروبا، عنده هانوفر،
بيلعب برضه لسه درجه اولى دلوقتي، بدر بورني بيلعب درجه اولى دلوقتي، ف كازاز لاوتن لا كازاز لاوتن خلاص فلس يا كابتن هاني للاسف للاسف الازمه الماليه مع تداعيات ازمه كورونا بعد كمان باعوا ده باعوا النادي وباعوا الاسيت كله بالظبط، يعني لان هو على فكره انديه كتير في اوروبا يحصل لها كده يا كابتن هاني يا ساتر الفتره اللي جايه انديه كتير في اوروبا يحصل لها كده، وفي انديه كتير عندها ازمات كبيره جدا، احنا شايفين حتى شالكه دلوقتي عنده ازمه كبيره فعلا. ازمه ماليه ضخمه جدا فاعتقد ان هي مش خطوه للخلف زي ما ممكن الناس تشوفها، لا هي خطوه علشان يشارك اساسي وياخد خبرات وبعد كده يرجع تاني لفولفسبورغ اكيد. طيب اتكلمنا عن المانيا وسان باولي والفرق اللي موجوده وابرز الفرق الموجوده هناك، بس انا بتكلم عايز ارجع تاني لمحمد صلاح، ومش عارفه حاسه برضو ان عندك تفاصيل في موضوع الجدل الحاصل وموضوع انتقاله لسم من الانديه، يعني ايه اقرب الانديه او ايه يعني ايه المتوقع من محمد صلاح ان شاء الله يعني الاقرب له؟ هي الحسبه تتحسب حسبه فلوس يا سهام ازاي. ليفربول محتاج يجيب لعيب بديل لصلاح لو صلاح هيمشي، وعلشان يجيب فلوس فهو لازم صلاح يمشي بمبلغ كبير علشان يقدر يجيب هو اللعيب البديل بتاعه، وبالتالي اللي يقدر يشتري لعيب بالقيمه التسويقيه دلوقتي لمحمد صلاح ريال مدريد، برشلونه لو في الوضع المنطقي بتاعه، او باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بيدور شويه على الشو، مش بيدور على انه يعني يبني فرقه، لان هم بيعملوا حاجات غريبه جدا وبيدفعوا مبالغ غريبه جدا وبلا عوائد. يعني انت تاخد دوري فرنسي ده ولا حاجه بالنسبه للي انت بتدفعه وبالنسبه للسكواد بتاعتك بكام. فبالتالي هم هيدوروا اول حاجه هيقولوا فيها ايه، انه باريس سان جيرمان هيقول انا عايز ميسي، ساعتها هيكون ليفربول بيدور على مبابي، وصلاح هيكون يا اما برشلونه يا اما ريال مدريد. احنا ليه بنقول كده؟ بقول لك هي حته البادجت، انت عندك بادجت تقدر تشتري لعيب زي محمد صلاح، مش هتلاقي اي نادي في العالم عنده غير مانشستر سيتي، ريال مدريد، شويه برشلونه، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ. فنيا الاحتياج لمحمد صلاح فين؟ في برشلونه وريال مدريد. صحيح. فاعتقد ان هو اذا ساب ليفربول هيكون لبرشلونه او لريال مدريد. ايه الاقرب؟ اعتقد انه الاقرب هيبقى ريال مدريد مش برشلونه، لانه الازمه الماليه شديده قوي على برشلونه. ممكن صراع الانتخابات اخوان لابورتا والمنافسين بتوعه هيكون بيدور على اول حاجه بقاء ميسي، وده ما اعتقدش انه هيحصل. لا خلاص صعب. صعب جدا. صحيح. فهيبقى الحل البديل هو محمد صلاح. صحيح. فاعتقد ده هيبقى السيناريو اللي جاي. عايزين نطلع من اوروبا شويه، انا عايز اخد رايك في حجازي وتجربته مع في السعوديه مع اتحاد جده، وصوله ل طبعا حجازي من اول ما راح هناك ما اتغلبش ولا ماتش، وصوله كمان للمباراه النهائيه للبطوله العربيه بس للاسف مش هيلعب. تجربه صلاح ايه، وخاصه بعد ما طلب اتحاد جده تفعيل بند يعني شراء حجازي من ويست بروميتش. اسوء غلطه لويست بروميتش السنه دي. صحيح. خسرتهم مكانهم في الدوري الانجليزي، هم هينزلوا تعديل وضع ويست بروميتش هيبقى صعب جدا. احمد حجازي اثر قوي كماديا على الفريق ده، وفي مركزه في خط الدفاع، الدفاع بتاعهم سيء جدا. خطوه وجود حجازي مع اتحاد جده هي خطوه انا شايفها فنان لحجازي جيده قوي. ليه؟ لانه حجازي لعيب مستعلي قوي، يعني كمدافع من افضل المدافعين اللي موجودين في الجيل بتاعه. في نفس الوقت مستوى المنافسه بقى في الدوري السعودي اخف بكتير جدا من البريمير ليج، فحجازي مش تحت ضغط وبيظهر ان هو النجم رقم واحد، تديله ثقه في نفسه طول الوقت، مش محطوط طول الوقت تحت ضغط. بالعكس واخد ثقه، بيلعب قائد للفرقه بتاعته، مكانه في منتخب مصر محجوز لانه بيلعب اساسي طول الوقت، عكس ويست بروميتش. حجازي صبر سنه كامله تحت في الشامبيونشيب، وانا كنت متاكد انه هيلعب، لانه مفيش فرقه في الشامبيونشيب بتركن لعيب، لانه الموسم طويل جدا، ماتشات كتير، وهو كان مصاب في اول الموسم، بس كان عمل عمليه مش حتى اصابه في الملعب، كانت حاجه هو كان ماجلها لنهايه الموسم وعملها وتاخر شويه. سلافن بيليتش اعتمد عليه، كمل معاه الموسم صعب. فاعتقد انه لا، تجربه اتحاد جده انا شايفها كويسه لحجازي، بس كمان انا شايف ان حجازي دايما عنده الطموح انه يبقى موجود في اوروبا، موجود في اوروبا بالظبط، او بريمير ليج فعلا. هو كمان لاعب دوري ايطالي، دوري ايطالي دمه تقيل شويه في حته الدفاع دي برده، فهو بريمير ليج بالنسبه له لقى نفسه هناك، وانا شايف ان هو كمان كان عنده فرصه السنه دي يعمل حاجه كويسه، لكن مع الفرقه دي كان هيبقى صعب قوي. صحيح. فاعتقد ان هو لا موفق جدا في الخطوه اللي هو فيها. طب سريعا جدا، تريزيجيه غيابه طول ليه؟ هو المدرب بتاعه هيفضل غايب. دينيس ماس اعلن ان هو هيغيب عن ماتش ليفربول في كاس الماتش اللي جاي، اعتقد من الماتش اللي بعده هيكون موجود، ما فيهاش مشكله. تريزيجيه بيأدي بشكل كويس ومؤثر جدا مع فرقته بصراحه.
حتى أستون فيلا كانت بداية قوية جدا في البريمير ليج، تراجع شوية لكن حتى دلوقتي موقفه متزن، يعني موقف جيد. موقف أنا شايف إنه بالنسبة طبعًا لمستوى البريمير ليج السنة دي طبعا، أصل البريمير ليج السنة دي فيه كمان حاجات غريبة يا كابتن هاني. يعني في كذا فرقه بتلعب بسيستم مختلف، يعني شفنا كونتي لما كان مع تشيلسي بيلعب ثلاثه في الدفاع مثلا ورا، دلوقتي ليدز بتلعب كره مفتوحه غريبه جدا على الدوري الانجليزي. كريستال بالاس عامل موسم حلو قوي، استون فيلا، ساوثامبتون مكسر الدنيا السنه دي بشكل يعني برضو اعتقد انها كانت مفاجاه لانه السنه اللي فاتت غلب 9. سريعا جدا كوكا عامل ايه؟ طبعا كوكا السلام عليه، هو نقدر نقول له الحمد لله على السلامه. هو نفسه اعلن، قال انه فعلا نفس البيان بتاع النادي لما اتقال ان هو عنده مضاعفات واثرت عليه فهيرجع في اول يناير. هو انا كلمته على فكره وطمنت عليه، قال لي انا كويس خلاص بنزل تمرين عادي، بس المشاركه بقى في ايد المدرب لانه بعيد بقى له فتره. يوسف العربي هناك كمان هداف الدوري اليوناني ماشي دلوقتي، فاعتقد ان كوكا لا هياخد فرصته، هياخد فرصته. وعمل هو اساسي واسمه كويس بالظبط. ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض. احنا بنشكرك جدا، نورتنا عمر، شرفتنا يا عمر، شويه صغيرين دول ربنا يخليك، دايما مميزه اتكلمنا معاك، ودايما ان شاء الله على اللقاء ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي باذن الله، وحديث يعني خارج الصندوق دايما. شكرا كابتن هاني، شكرا سامي، شكرا ليك يا عمر. معادنا دلوقتي مع خط احمر مع زمايلنا فارس واسامه. فارس واسامه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، اول ثلاث السنه الجديده كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طبعا، وكابتن هاني رمزي طيب وبخير، وكل شركاء الوطن كلنا طيبين يا رب في مصر، وسنه سعيده على الجميع يا رب ان شاء الله باذن الله علينا كلنا ان شاء الله. ودايما تبقى يعني الناس بتستناكم من ثلاث لثلاث، ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وسنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله، ودايما في تالق ونجاح، وان شاء الله دايما خط احمر كده منور قناة النادي الأهلي. شكرين لك كتير يا كابتن هاني. ودلوقتي أسامة طبعا هيكون معانا النهاردة حلقة أكيد فيها حاجات كتيرة جدا محتاجين نقف عندها، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة خاصة جدا من الأهلي خط أحمر إن شاء الله تنور رضاكم. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه. وليه خاصه جدا؟ ما عشان احنا كل حلقه بنعملها تبقى خاصه جدا. طيب كده تمام، تفسير منطقي، وكمان في ظرف خاص جدا. اكيد طبعا طبعا. النادي الاهلي بيصل للمره 23 في تاريخه لدور المجموعات، طبعا صعود متوقع للنادي الاهلي بعد الفوز ذهابا 1-0، ولكن كان مهم جدا ان النادي الاهلي يؤكد الصعود بنتيجه كبيره 4-0 تحديدا بعد التعادل اللي تم مع وادي دجله في الدوري، عشان يعيد النادي الاهلي رونق تاني لادائه، رباعيات وثلاثيات، ربنا طبعا يا رب يكملها كده دايما مع النادي الاهلي. مكاسب كتير جدا من المباراه، منها طاهر محمد طاهر بيسجل اول اهدافه، والسلطان بدر بنون بيعيد للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي للثقه يا فارس في الشخصيه اولا، ثانيا احنا كنا بنعاني فترات كتير جدا من الخوف من اول لما يجي ركلات ترجيح نقول الاهلي بره. صحيح. دلوقتي بقى عندنا معلول، بقى عندنا بدر بنون، بقى عندنا لاعبين كتير، عندنا قفشه، حتى وان كان ضيع مع طلع يعني جيت اخترت استثناء ايمن اشرف بشوط، ايمن اشرف بشوط كويس برضه اخترت اللي طلع، انت بقى اعمل ايه طيب؟ اختار حد سد. لا 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 كده لعبتهم على فكره. لا اللاعبين عندهم ثقه طبعا، ولكن فعلا احمد اولا انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا فيما يخص الفريق نفسه اللي انت اتكلمت فيه، شخصيه ان انا برجع، شخصيه ان الفريق ليه شكل مع موسيماني، وده مهم. انا طول عمري بتكلم في فكره واضحه جدا ان الفريق اللي عنده شخصيه هو ده الفريق اللي بيكمل. مستر مانويل جوزيه شخصيه، مستر هيدوكوتي شخصيه، شخصيه الفريق، الفريق ليه هويه وليه شكل وليه نظام لعب بيحافظ عليه في كل الاوقات واغلب المباريات بغض النظر عن اختلاف المنافسين، برضه بتحافظ على فلسفتك. ده اللي ممكن الارقام توضحها. بس خلينا ناخد من كلامك يا فارس يعني نقطه، مش يعني انا وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي، ولما يجي مدير فني بشخصيه النادي الاهلي بنشوف المستوى ده، لان الطبيعي شخصيه النادي الاهلي هي شخصيه الفريق البطل، وده المتواجد في كل عناصر منظومه النادي الاهلي من اداره لاجهزه فنيه للاعبين. ممكن جهاز فني يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، ممكن لاعب يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، فبالتالي ما بيحققش النجاح المنتظر. فبالتالي موسيماني ماشي على طريق الكبار زي ما قال فارس في ايجاد شخصيه النادي الاهلي، ومش عايزين ننسى رينيه فايلر اللي كان بادئ دور كويس جدا، عاد للنادي الاهلي شخصيه جزء كبير جدا من شخصيته في افريقيا، حتى جاءت الكورونا. حتى جاءت الكورونا. صحيح. اختلف نهائي رينيه فايلر. لكن خلينا نروح نشوف احصائيات المباراه على السريع كده عشان عندنا كلام تاني. احصائيات المباراه يا اسامه هتاكد حاجات اللي احنا اتكلمنا فيه.
فيما يخص الاستحواذ وفيما يخص المحاولات. فيما يخص الاستحواذ، انت طبعا قدامك فريق كان يسمح بان انت تقدر تعمل الاستحواذ ده، تتكلم استحواذ 73% مقابل 27، محاولاتك 21 محاولة مقابل 4. دي النقطة بقى اللي احنا لازم نوجه الرسالة فيها للاعيب النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم تحديدا عن فكرة المحاولات، وبنقول ان احنا الفترة الاخيرة وتحديدا قبل حسم لقب دوري ابطال افريقيا بهدفي السولية وقفشة، اتكلمنا في اننا محاولاتنا على المرمى بيكون فيها نسبة الاون تارجت عالي جدا. ده تاني مباراة على التوالي المفروض ان انت عامل 21 محاولة، 7 ده رقم قليل جدا. المباراة الماضية يا فارس اللي تعادلنا فيها 0-0 كان 20 محاولة و4 فقط لغير اون تارجت، برغم ان انت عندك الاهداف المتوقعة او الاكسبكتد جولز وصلت ل 5.66%، فده رقم كبير جدا. فالرسالة للاعيبي النادي الاهلي التركيز على دقة انهاء المحاولات تحديدا، عشان يكون كل ما يكون الاون تارجت بتاعك اعلى كل ما يكون فرصتك في تسجيل الاهداف اعلى. التمريرات طبعا يا فارس احنا كنا بنتكلم في بلاس 500، دلوقتي ما شاء الله في كده مباراتين بلاس 600. هي بقى دي الشخصيه. يمكن يا اسامه انت ضفت على الكلام اللي انا بتكلم فيه، بس حصل فيه بس اختلاف. اكيد شخصيه النادي الاهلي موجوده طول الوقت، ولكن انا بعني ان المدرب يبقى عنده مدرسه فنيه كتاكتكس بالزبط. مش بيبقى بيشتغل في فرق كتير بنشوفها هو بيشتغل حسب المباراه. انت عندك مدرب بيحافظ على شخصيه الفريق الفنيه داخل الملعب، وده اللي كان حاصل. لان انا بيعجبني جدا المدرب يكون عنده مجموعه من الافكار بيحاول يطبقها، وده اللي بنشوفه مع موسيماني، وده اللي بنشوفه مع مجموعه من اللاعبين اللي بتاخد ادوار واضحه جدا. عايز اكد ان اغلب اللاعبين اللي بياخدوا فرص بيثبتوا نفسهم. انا عجبني طاهر قوي، حاجه نادي اهلي بالظبط، حاجه نادي اهلي من البدايه ومن اللحظه الاولى. لاعب تحس انه ما بقالوش كتير لسه جاي الإصابات. هي فكره الاصابات، بس ان شاء الله الدنيا هتمشي مع الوقت. بنتكلم في اللاعبين حتى اللي بتاخد موسيماني، تحس ان هو فعلا فلسفه وجود اللاعبين العدد الاكبر عشان ظروف كورونا وما الى ذلك هي فلسفه صحيحه جدا، خصوصا فكره المدوره اللي بتحصل اول باول. ولكن عايزين نروح للاعب انا محتاج اتوقف عنده، لان غالبا في مصر بعض اللاعبين ما بياخدوش حقهم زي كهربا. هديه كهربا طبعا. كهربا في حاجه بقى مهمه جدا، احنا لو بنتكلم عن الوينجرز الموجودين في مصر، فانا بشوف دايما ان بعد محمد صلاح ياتي في الشراسه على المرمى مع كامل التقدير لتريزيجيه وتجربته الاحترافيه، ولكن فكره الشراسه على المرمى هي كهربا. بنتكلم ان كهربا اكتر جناح في مصر بعد محمد صلاح بيلعب كره مباشره على المرمى، مش اي جناح بيلعب كده، دايما في اجنحه بتفكر. طبعا وليد سليمان اكيد قيمه كبيره تظل موجوده الموسم الماضي في دوري الثمان اهداف بالظبط، ولكن احنا بنتكلم في كهربا دايما بيفكر يلعب الكره المباشره على المرمى. كهربا بياخد الكره في اقل عدد من الثواني، بيكون بيلعب بشكل مش عرضي ولكن دايما بشكل طولي. احنا هنا عندنا 430 دقيقه الكهربا، دول اخر 430 دقيقه شارك فيهم، ساهم في 6 اهداف. ال 430 دقيقه دول اقل من 5 مباريات كامله يا اسامه، يعني حوالي 4 مباريات و7 من 10، سجل 5 وصنع 1. الاهم بقى، وده اللي ليه بنقول ان هو بيلعب دايركت فوتبول، محاولاته 17 محاوله منهم 10 اون تارجت 58. وعلى فكره غالبا هذه النسبه اما تكون في الاجنحه السوبر قوي في الفرق بره او في المهاجمين. فانت بتتكلم ان لعيب دقه محاولاته على المرمى بالشكل ده، دي ميزه الكهرباء. احنا لو رجعنا اصلا في الكلام اللي احنا كنا لسه بنقول كمحاولات اون تارجت بالنسبه لمحاولات الفريق على المرمى، هنلاقي كهرباء عامل نسبه تكاد تكون، مش تكاد، بالتاكيد هي اعلى من محاولات الفريق ككل اون تارجت. طبعا، وده الميزه المهمه جدا في كهرباء. عشان كده انا بقول كهرباء حتى في تجربته في لما سافر احترف مع لوزيرن، هي من التجارب اللي انا كنت شايف ان بدايتها قد تكون بدايه بازل صلاح فيه رقميا كانت مقاربه جدا. كهربا ما كانش عنده النفس الطويل ان هو يكمل، وحتى اتكلم قبل كده في فكره بدات تاخد اوقات مش كامله، ولكن يبقى كهربا اللاعب اللي بيلعب بشكل مباشر على المرمى، اللاعب اللي بيقدم لك فكره الحلول الهجوميه. وانا بقول دايما اللاعب يا جماعه الوينجر اللي بيتحرك دايما بشكل طولي مش بشكل عرضي، ده بيفيدك لانه طول الوقت بيعمل لك كثافه عدديه في خط في داخل البوكس بتاع المنافس، وطول الوقت بيديك افضليه. وعلى فكره التنوع مطلوب، يعني انت لو بتشوف لاعبين اخرين، يعني طاهر لعبه مباشر بس طاهر دايما بيميل لفكره كاتنج انسايد وشوت،
كهربا ما بيعملش دي، بس كهربا بيديك حاجه تانية، دايما داخل كمهاجم تاني او بيعمل كثافه في البوكس. بالظبط يا فارس، وبنتمنى طبعا الاستمرار لكهربا وطبعا التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي. والحقيقه عايزين ناكد ان النادي الاهلي طبقا لتصنيف الكاف هيكون على راس مجموعه ان شاء الله، الكره هتكون يوم الجمعه، وطبعا الانديه الافريقيه الابرز او المحتمل تواجدها مع النادي الاهلي على راس المجموعات النادي الاهلي، نادي الترجي التونسي، نادي الوداد المغربي، ونادي مازيمبي. ما دون ذلك بياتي في التصنيف الثاني الثالث الرابع حسب انجازاته اخر 5 سنين، التصنيف اللي بيتاخد بشكل تراكمي. نروح بقى لقضيه ثانيه وتعقيب بعد تعادل النادي الاهلي الاول في الدوري، عشان عايزين نشوفه بعين ثانيه. طبعا بعض الانتقادات بتكون منتظرة، فكرة اي اخفاق او نتيجة سلبية في الدوري او في اي بطولة للنادي الاهلي. في طبعا البعض ما بينتظرش الكلام ده، هو شغال انتقادات حتى والنادي الاهلي بيحقق المكاسب، حتى والنادي الاهلي بيحقق البطولات. لكن الكابتن جمال عبد الحميد كان منتظر تعادل زي ده عشان يتكلم في احد ثوابت لاعبي النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي اللي ربما في بعض الاوقات ما بتتحققش على ارض الواقع، لكن النسبة الكبيرة منها بتتحقق على ارض الواقع، وهي مقولة الاهلي بمن حضر. كان الكابتن جمال عبد الحميد له راي نسمعه عشان نرجع نعقب. مش انتوا بتقولوا استنى بس بمن حضر؟ يا رضا مش انتوا بتقولوا الاهلي بمن حضر؟ بالظبط. هم ما يغيبوا ويكسبوا يقول لك الاهلي بمن حضر، ان شاء الله نغيب 20، وما يجي النادي الاهلي يتعادل يبقى 12-1. هو ايه، هو ما بيغلطش خالص؟ هو مبدئيا يا كابتن جمال ما ينفعش توجه لكابتن رضا عبد العال السؤال ده، لان كابتن رضا عبد العال مش اهلاوي، لعب فتره في النادي الاهلي، ولكن هو انتمائه لنادي الزمالك، فهو مش هيقول الاهلي بمن حضر. ده رقم واحد. رقم اتنين كابتن جمال، بعد انتقالك لنادي الزمالك بعد استغناء النادي الاهلي عنك لظروف مش عايزين نفتحها او نتكلم فيها، انت رحت وكنت موجود ضمن نادي الزمالك اللي حقق بطوله افريقيا 84، وانت بطل افريقيا، واجهت النادي الاهلي في ظروف استثنائيه خاصه بالنادي الاهلي من ايقاف لاعبي النادي الاهلي الفريق الاول بالكامل، والنادي الاهلي لعب بالشباب في مباراه كاس مصر 85. انت ما كنتش مشارك، بس كنت معاصر جيل الزمالك ده اللي هو بطل افريقيا. اكيد اكيد انت عارف النتيجه اللي حصلت ايه، الفوز 3-2 بناشئين على نادي الزمالك، كان بيتسمى فريق العتاوله، وكان محقق دوري ابطال افريقيا، وكنت موجود ضمن الفريق ده. فاعتقد تحديدا يا كابتن جمال لما تمر بظروف زي دي ما ينفعش تتكلم في فكره النادي الاهلي بمن حضر وتشكك فيها، خاصه ان النادي الاهلي في مباراه وادي دجله كان غايب عنه 12 لاعب تقريبا تشكيل اساسي بالكامل بسبب الظروف القهريه، والنهارده موسيماني طلع قال انا ما عنديش اعذار، بس انا بوضح ان انا بلعب في ظروف استثنائيه، ممكن نستعرض التشكيل اللي كان ممكن يلعب بيه النادي الاهلي او ال 12 لاعب اللي غابوا عن المباراه دي، عشان تبقى واخد بالك قد ايه كذا لعيبه غابوا عن النادي الاهلي. محمد هاني، رامي ربيعه، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، القاضي عمرو السوليه مسجل هدف في النهائي، محمود كهربا لسه بنتكلم عنه، اشرس وينجر على المرمى، طاهر محمد طاهر لسه مسجل هدف النهارده، جيرالدو، كريم نيرفيد اصابه طويله، مروان محسن، جونيور اجاييه، ناصر ماهر، على الاقل 6 لاعبين يا فارس كانوا يقدروا يقودوا النادي الاهلي اساسي. لكن الفكره بقى كلها، هو النادي الاهلي لما غاب عنه اللاعبين دول هل مستوى النادي الاهلي اختلف؟ هل مستواه اهتز ولا كان في توفيق مصاحب الفريق الاخر؟ دي بقى المشكله الكبيره يا اسامه، ان اغلب المحللين في مصر، وانا مع احترامي للجميع، والفيديوهات موجوده للناس اللي هي مش شايفه الفكره دي، بتحلل بالنتيجه. بالظبط. ودي مشكله كبيره جدا انك تبقى بتحلل بالنتيجه، ما بتحللش بستاتس وما بتحللش برؤيه فنيه، ولكن بتاخد النتيجه بتبني عليها الرؤيه الفنيه، وده مختلف تماما عن انك تتكلم في قراءتك للمباراه او نتيجه المباراه هي اللي تخلق عندك قراءه معينه كتوجه. بمعنى النادي الاهلي زي ما اسامه وضح في عدد الغيابات، انت بتتكلم مش بس لاعبين اساسيين، ده كمان البدلاء في المراكز النوعيين كانوا غايبين. بمعنى عندك قفشه كلاعب بلاي ميكر مش موجود في مركز رقم 10، طب ناصر ماهر مش موجود. بتتكلم في بدلاء في الارتكاز، برضو لاعبين كتير مش موجودين، بدائل دفاعيه مش موجوده، الاجنحه سواء طاهر او كهربا مش موجودين. فبدات تدخل عناصر هي ما خدتش عدد كبير من الدقائق مع بعض، فطبيعي ينتج عن ده تراجع في الاداء. على فكره ده ما حصلش.
كان في سيطرة للنادي الأهلي ما اترجمتش بأهداف، ولكن النادي الأهلي لو احنا بنتكلم كأداء مقارنة بالغيابات هنطلع نقول شابو، النادي الأهلي عمل مباراة كويسة جدا. يا جماعة في مشكلة، احنا بنتغاضى عن كل المعطيات اللي حصلت في العالم دلوقتي وبنخترع تحليل للنادي الأهلي. يعني انت بتشوف ليفربول في المباراة الأخيرة بيتعثر، كل الفرق في ظروف الكورونا بتتعثر وتكسب بتتعثر وتكسب. احنا بدأنا نزرع في عقلية الجمهور ان انت لا مش ما تخسرش، النادي الاهلي مفترض يكسب كل مبارياته وده اللي بنأمله، ولكن انك حتى لو في ظروف معينه حتمت ان انت عملت نتيجه تعادل، لا انت ما كانش ينفع تتعادل، ده مش هيحصل في كره القدم، ده طبيعي، بس انت بتستغله في ايه؟ انت عندك 20 محاوله على المرمى مقابل 3 لدجله، عندك 4 محاولات اون تارجت، هنا كانت المشكله، مش المشكله في خلق الفرص بالزبط. لا المدرب عمل الهوم ورك بتاعه كويس قوي، ولكن تحويل ده لاهداف ده ما حصلش. زي ما احنا قلنا احمد الاكسبكتد جولز حوالي هدفين انت ما قدرتش تسجل، فبالتالي انت ما ترجمتش جهدك الفني لاهداف. ليه ده حصل؟ لان اللاعبين اللي احنا لسه مستعرضين ارقامهم كان كتير منهم غايب، فبالتالي احنا لما بنتكلم هل كده ان الاهلي مش بمن حضر؟ لا، في المباراه دي طبعا النادي الاهلي بمن حضر، ظهرت ككبير، ظهرت كفريق بينافس، كفريق بطل، حاولت، اجتهدت، ما كانش فيه توفيق، فيبقى برضو النادي الاهلي بمن حضر. في نقطه كمان، انت كده اهملت توفيق حارس محمد عبد المنصف، كان ادى اداء جيد جدا قدام النادي الاهلي. بتتكلم عن فريق وادي دجله اللي هو فريق اصلا من الفرق اللي موجوده في 4 فرق في الدوري الموسم الماضي نسبه الاستحواذ بتاعته عاليه، نسبه التمريرات بتاعته عاليه، انت بشخصيه اللاعبين الموجودين برضو كنت انت المسيطر، كنت انت المستحوذ، كانت المباراه وان سايد جيم، ولكن مفيش توفيق. هنا ما اقدرش اقول بقى يبقى كده الاهلي مش بمن حضر، كلمه باطله، لا الاهلي بمن حضر، مواقف كتير حصلت، انا حكيت لك بس موقف منهم، لا لعبنا كونفدراليه وبطل كونفدراليه ب 14 لاعب واحمد علي منعم مصاب ومش طالع، يعني كتير جدا مواقف كتير يا اسامه. هي الاهلي بمن حضر حتى في تعويض فارق النقاط على مدار التاريخ اتكلمنا فيه، الاهلي بمن حضر كشخصيه وكفكر وكنادي اهلي ليه قيم وثوابت انت ممكن في بعض الاحيان ما تكونش مدركه بشكل كامل. وهي الاهلي من حضر تزعل؟ الاهلي بمن حضر تزعل؟ لا، ده شعار البعض حاول يا اسامه ان هو يستنسخه، وبمجرد فوز في مباراه حتى لو فيها ظروف عاديه غاب 2 لعيبه كان برضو الفريق الاخر بمن حضر. نطلع ونشوف الفيديو عشان نفهم الفكره. الزمالك ما يقفش على حد، صح محمد لعيب كويس، لعيب كبير، واذا كان هو حلمه الاحتراف والاداره موافقه له مفيش مشكله، لكن الزمالك بمن حضر ما اعتقدش. كان الزمالك قفل بعد الله يرحمه مثلا كابتن حنيف بسطان، كابتن حماد امام، كابتن حسن شحات ربنا يديله الصحه، فاروق جعفر، الاسماء دي كلها، ابراهيم يوسف الله يرحمه، عندك اسماء كتيره جدا، جمال عبد الحميد هداف مصر، عبد الحليم علي الهداف التاريخي، ما فيش شك لعيبه مؤثره، انما ده باين الزمالك والمجموعه ديت عودونا على التركيز العالي، عودونا ان هم رجاله في قلب الملعب بمن حضر، الزمالك بمن حضر، اي حد يلبس التيشيرت وهينزل هو موجود وهو بطل وهو راجل. على فكره ما عندناش اي اعتراض ان اي فريق يشوف ان هو بمن حضر، التاريخ موجود والنتائج موجوده والمقارنات موجوده، ولكن الشعار لما اتقال من الاخرين لمجرد فوز في مباراه عاديه كانت الفكره ان هنا الفريق بمن حضر، والنادي الاهلي اللي مادي افضل اداء ما كانش بمن حضر، يبقى التحليل نتيجه ولا مش نتيجه؟ تحليل نتيجه، وكمان رواسب داخليه طبعا كلنا عارفينها، فبالتالي بتنتظر اي نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، لكن احنا دايما في الدوري بنقول المشوار طويل والطريق طويل، خليك هادي والنادي الاهلي ان شاء الله بطل الدوري. دي كانت فقرتنا بعين ثانيه، نروح لفقره فار روم. أسبوع شهد الكثير من الأخطاء التحكيمية، شهد الكثير من الجدل حول الأخطاء التحكيمية، احنا هنا بنأكد من بداية برنامجنا وكنا بنراهن من بداية الموسم الماضي على فكرة الأخطاء التحكيمية، يمكن قلنا من بداية الموسم الماضي كنا عاملين فقرة اسمها في الصندوق وهنشوف الأخطاء، جاء الفار غيرنا الفقرة وبقت فار روم وبنتناول الأخطاء بشكل مختلف، وده بيدل على إيه؟ على ثقتنا إن ما تم تناوله تاريخيا من فكرة مجاملات التحكيم للنادي الأهلي هو باطل، ادعاء باطل باطل جدا.
طبعا ناس كتير بتتكلم على الاخطاء التحكيميه وهنتناولها، لكن الكابتن رضا عبد العال في بعض الاوقات بيخرج بتصريحات مش بس الاخطاء التحكيميه تنال من قيمه وقامه زي دكتور طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل، وبيتكلم عن فكره ان تغيير الراي مرتبط بوجود الكابتن محمود الخطيب في مجلس الاداره. والحقيقه الشيخ طه اسماعيل للي ما يعرفش هو طبعا اكبر من اي رد على اي شخص يقلل من قيمته، لان قيمته محفوظه ورمز من رموز الكره المصريه شاء من شاء وابى من ابى. لكن معلومه بس ان الشيخ طه اسماعيل خد لقب الشيخ طه اسماعيل وهو لاعب، مش لكبر سنه ولا لمظهره الحالي، وهو لاعب. ليه؟ لدماثة خلقه. فما ينفعش حد يتكلم عن رأي الدكتور طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل ان هو رأي لاسباب غير فنية، اختلف معاه على الرأي الفني، لكن اياك وان تقترب من شخصية الشيخ طه اسماعيل. دي رسالة بس كده هنبتديها على جنب، لكن نروح للاهم في الاخطاء التحكيمية ونشوف رأي الكابتن رضا عبد العال عشان نتكلم في كورة وأراء في الكورة وفي الأخطاء التحكيمية، عشان نثبت إن زي ما في هنا أخطاء خارجة عن النص، حتى الأخطاء اللي بنتكلم فيها في الكورة أخطاء مغلوطة. أحمد الغندور بأي طريقة عايز يكسب النادي الأهلي، يا عم النادي الأهلي بيكسب من غير أي مساعدات. أنت اديت فاول على جوه الكوز بتاع ال 18. الراجل ما لمسوش، والراجل قاعد يصوت ويلطم ويقول لك ما لمستوش. طب دي بقى نرجع بقى لضربه الجزاء، لو دي للنادي الاهلي كنت هتحسبها؟ اه تحسبها. والفار ساعتها كان هيجيبها لك من 100 طريقه عشان يوريها لك ان هي ضربه جزاء. خلي عندنا ضمير شويه، عايزين الاهلي واخد الدوري، واخد الاهلي بطل ده، وعنوان النهارده برضو الاهلي بطل الدوري، يعني العنوان بتاع المانشيت بتاعي بتاع الفيديو الاهلي بطل الدوري، حتى بخسارته الاثنين بونت، وحتى لو خسر 10 بونت، الاهلي بطل الدوري. على اللي احنا شايفينه من تعنت من الحكام وتعنت في مستوى الزمالك. الاهلي ان شاء الله بطل الدوري، لان الاهلي هو صاحب النفس الطويل، هو اللي عنده اسكواد اقوى، هو النادي القادر دايما على انه يحسم البطولات مهما كان في منتصف الموسم بعض الازمات او النتائج السلبيه. لكن لما نتكلم عن اخطاء تحكيميه، حتى الناس اللي بتتكلم بتقول خلي عندكم ضمير، هو اي حد يغلط يبقى لازم نروح لفكره الضمير. بالمناسبه كرة بدر بنون نستعرضها على الشاشة، الكرة أصلا من خارج منطقة الجزاء، يعني حتى لو فيها أي عرقلة فهي في النهاية فاول مش ركلة جزاء. شيء غريب جدا، شيء مش مفهوم، الناس تقريبا ما بقتش شايفة الخطوط بتاعة الملعب فين، وما بقتش بتشوف إعداد، وتقريبا ما بقتش بتشوف مباريات. فدي كرة بدر بنون، الكرة من بره ال 18. طيب ليه بقى احنا هنتكلم النهارده في سكه ايه؟ الاهلي لو للاهلي طبعا بتتحاسب كتير، طب ادي يا عم للاهلي وبره المنطقه واتكلمنا فيها. الاخطاء التحكيميه كمان بتتكلم ان في ركله جزاء للنادي الاهلي في المباراه دي بتتجاهلها. انت متخيل انتقاء لقطه بنون عشان اتكلم عليها وبتجاهل اللقطه الرئيسيه اللي هي بتاعت بيكهام؟ بس انا عندي تفسير. اولا احنا بنشكر المشاهدين على تفاعلهم مع فقره كابتن رضا، لان هي كانت المره اللي فاتت ناجزة، يعني بتوصل فكرة التناقضات والآراء ووصلت كتير، وبغض النظر عن الكلام اللي قاله احنا مش هنتناوله عننا، ولكن احنا بنوصل فكرة ان احنا فعلا كشفنا حاجات كتير. المرة دي بقى هو حب يغير الكارير، طب انا بقى حاجة في التحكيم، طب ما برضو جيت في التحكيم غلط، يعني برضو جيت في التحكيم غلط. هتيجي هنا في فقرة اسمها فرو، انت ما رجعتش الفقرات، رجعت المنتدى ونسيت ان في فقرة اسمها فرو. اولا الاراء لما تيجي تتقال يا اسامه، انت وقفت عند حته مهمه جدا، فكره الضمير. يا سيدي قول رايك الغلط، ولكن انت جيت اتكلمت على لعبه ان الحكم ما عندوش ضمير عشان، او الناس ما عندهاش ضمير عشان كذا، وانت تغاضيت عن اللعبه الاساسيه. كمان فكره الفار كان هيعيدها 100 مره، طب هو ايه حصل في بيراميدز؟ ده هنروح له بقى. ايه حصل في مباراه الاهلي؟ ايه حصل في الزمالك؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معانا. بس الاول نأصل للمباراه دي كان ايه الوضع فيها تحكيميا، وكابتن رضا اللي شاف لقطه بدر بنون فقط تغاضى عن ايه داخل المباراه. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي حلل المباراه تحكيميا ازاي. الشد والمسك، ممكن المسك يا كباتن لو الشد من الفانيلا ممكن ما ياثرش على حركه اللاعب في التقدم، صح يا دكتور طه؟ مش كده؟ لان ممكن الفانيلا بتتشد معاه، لكن الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا
طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. الفار اللي كان المفروض يا كابتن رضا يجيب اللقطات من كل حته هو اللي الفار ما شافش زي ما قال كابتن احمد الشناوي. هو الفار اللي تجاهل لقطه لو الحكم تجاهلها ماشي، الحكم ما شافهاش هفترض حسن النيه. طب والفار اللعبه ما فيش اي حد اتكلم فيها، هنا افتراض حسن النيه هيبقى صعب. بس كمان مش دي الفكره، الفكره ان النادي الاهلي هو اللي بيرجع يتقال ان هو بيتجامل من التحكيم في لقطات واضحه جدا ملهاش اي مبرر ان ما يكونش في تدخل فيها، لان البعض بيشوف ان ده مبرر ان نبدا نهجم على الفار. ودي حاجه اسامه انا هاممني جدا اقف عندها، مهما كان المساوئ والاخطاء اللي هنقف عندها مش البديل اللي عايزه البعض ان احنا نلغي تقنيه الفار. لان انا لو لا اامن القرارات في عدم وجود الفار وهيكون الرد دايما اصل الحكم خطا بشري وما شافش، الفار مش عامل بشري، فلما اجي احاسب هعرف احاسب صح ان كان في تعمد. فكره الغاء الفار مش هي البديل. ليه ربطت؟ لان كابتن رضا من انصار فكره الغاء الفار، هو وطيار بدا ياخد فكره الغاء الفار اللي احنا شايفين ان لا النادي الاهلي متمسك بيها، لان النادي الاهلي طالب بيها كذا مره. والنادي الاهلي لما بيطالب بيها بيطالب بيها ليه؟ لانه بيامل او بيسعى لمزيد من العداله التحكيميه. كمان بنقول عايزين الفار. مزيد من العداله التحكيميه. اكيد الفار زي ما بنشوف فيه اخطاء كتيره جدا وارد جدا، بس ما بنشككش في ضماير الناس، لكن بيقول اخطاء وفي اخطاء جسيمه، والنادي الاهلي هيتصدى لاي اخطاء من بدايه الموسم حتى لا تتكرر مواسم اخرى كان البطل فيها هي الاخطاء التحكيميه بدون ذكر المواسم، الناس كلها عارفاها. لكن رساله للاعبي النادي الاهلي وتحديدا اللي يتحط في موقف بيكهام، انت يا بيكهام اكتر واحد في الملعب كله عارف ان انت اتشديت، لازم يكون في اعتراض بشكل مهذب مع الحكم ودعوته ان هو يشوف الفار ونحاول نعطل اللعب باوت او باي طريقه. حتى للاسف لو بعض التحكيم هياخد سكه ان هو يديك انذار، بس انت احرقت اي حكم عايز يتجاهل فكره العوده للفار في كرات حاسمه زي ركله الجزاء. انا مش بقول لك تتدخل في اي كره، انت عندك في الجول وفي ركله الجزاء لازم، طالما انت متاكد ان دي ركله جزاء لازم تحاول باي شكل ان انت تخلي الحكم يتوجه للفار، عشان دي كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. احنا مش بنتكلم انها هتتسجل ولا لا، لكن احتماليه تسجيل ركله جزاء اعتقد عاليه جدا. اتمنى تكون دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي. طيب ده الفار وده التحكيم وده النادي الاهلي في الموسم بيخسر اول نقطتين وفي اخطاء تحكيميه، ومع ذلك البعض بيردد فكره ان النادي الاهلي او لون تيشيرت النادي الاهلي بيخوف الحكام. الكابتن مدحت شلبي عاد بنبارك له على العوده، وبقاله فتره من بدايه العوده وهو دايما النادي الاهلي عنده جمله من الاعراب، واحنا بنقول نعدي مش وقته ما يقصدش، لكن الموضوع بيزيد ودايما في تلميحات للنادي الاهلي. فجينا في موضوع الفار فلقينا الكابتن مدحت في مباراه النادي الاهلي مش طرف فيها اقحم اسم النادي الاهلي في الموضوع وقال اصل لو التيشيرت احمر كان الموضوع يختلف، انا ماليش علاقه بالتيشيرت الابيض وكلامك عن التيشيرت الابيض، هم يدافعوا عن النقطه دي، انا هنا منوط بيا الدفاع عن التيشيرت الاحمر وعن النادي الاهلي. نسمع كابتن مدحت شلبي ونرجع نعقب. ربما والكلام ده مش موجه ليك، ده موجه للحكام، ربما لو كنت لابس التيشيرت الاحمر ما كنتش اخدت الانذار ده، وربما لو كنت لابس تيشيرت ابيض ما كنتش اخدت الانذار التاني ده. لكن الكلام ده مش موجه لرمضان ولكن موجه لاصدقائنا الحكام، وهنتابع الكلام ده كله. لابد، انا هنا ما بظلمش الحكم انه اخطا او لا اطلاقا، لكن انا عايز اقول احساسي كده، ممكن ابقى صح او غلط، ان على فكره الحكم قال ان رمضان اتكلم معاه بمنتهى التهذيب وما طلعش اي لفظ من اطلاقا، ما قالش اي حاجه اطلاقا، ولكن هو علشان مش لابس تيشيرت احمر او تيشيرت ابيض مش هتعدي، مش هتعدي. انت قلت احساسك يا كابتن مدحت، وقلت احساسي ربما يكون صح وربما يكون غلط. سهل جدا نقول لك احساسك غلط ونقفل على كده، لكن احنا هنا ما بنعملش كده، احنا هنا بنؤكد ليك قبل المشاهد ان احساسك غلط. ليه احساسك غلط؟ لان مواقف زي دي
حصلت مع النادي الاهلي ومع لاعبي النادي الاهلي ومع كباتن النادي الاهلي حتى مهما كانت تصرفات احدهم في فترته المؤخره، ولكن في النهايه كان مرتدي تيشيرت النادي الاهلي طبعاً. وعمل وقع في مباراه الانتاج، سلم على الحكم بطريقه ما عجبتش الحكم. ممكن نستعرض اللقطه، ادي حسام عاشور كابتن النادي الاهلي السابق مع الكابتن محمود عاشور اللي دائما اسدا على النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجهازه الفني. السلام ده انا مش بدافع عنه، مرفوض، بس التيشيرت حماه بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش بدافع عن السلام، لكن في النهايه حصل ايه؟ على طول خد الكارت الاحمر. ده مش كده وبس، ده كمان اتكتب في تقرير حكم المباراه اللي خلى حسام عاشور يتوقف 4 مباريات. انا ما عنديش مشكله اطلاقا في تطبيق اللوائح على الكل، لكن انا هنا بوضح للكابتن مدحت، يا كابتن مدحت احساسك غلط. مش بس الاحساس ده غلط، ده كمان في موقف تاني قبل ما ننتقل، لان هو عمل حاجه ممنهجه. لقطه كابتن حسام غالي برضو اعتراض انذار في طرد بدون تفكير، وبرضو بغض النظر عن التصرف نفسه احنا هنا مش جايبين ده بنقيم، اكيد السلوك المرفوض محدش هيبرره، يعني عمرنا ما عملنا هنا كده، ولكن الفانيلا ما ادتش اللاعب حصانه. بالعكس بقى، ده انا عايز اقول حاجه اكتر، احيانا يا اسامه نتيجه ان انت بتكون لاعب بتمثل النادي الاهلي والحكم عايز يحس بفكره شعور ان انا بدي بطاقه للاعب النادي الاهلي، ان مفيش حد كبير عليا، ان انا مفيش حد يقدر يعترض وما ادوش قرار. لا، ده حصل كتير، وتحديدا كابتن جهاد جريشه كلنا بنلاحظ دايما في ادارته المباريات يا اسامه الحته دي، انه بيكون عنده جزء من الانا، ان لا انا مفيش حد كذا او مفيش حد قرار بيعدي. وابراهيم نور الدين ومحمود عاشور بالظبط، يعني بالعكس انت احيانا بتدفع الثمن السلبي. ولكن انا بروح لحته تانية بقى، هو كابتن مدحت زي ما اسامه قال رجع بعد فتره بيبدا انا عايز اسمع واحده هنا واحده هنا واحده هنا، ولكن دي مش مشكلتنا، براحتك. انما فيما يخص النادي الاهلي، ايه بقى الممنهج اللي عمله كابتن مدحت؟ بدا يضغط، وجه رساله للحكام ان حاجات بتحصل بس مع النادي الاهلي ما بتحصلش ومع نادي الزمالك ما بتحصلش، وان رمضان كذا. هنا بيعمل ايه؟ بيحرر الضغوط على لاعبي بيراميدز، وبيضغط على الحكام ان انتم في توجه ضد لاعبي بيراميدز، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيخلي الحكم جوه الملعب ينزل بقناعات بالظبط. هنا حتى فيما يخص بيراميدز بينزل الحكم بقناعات ان لا انا مش جاي على بيراميدز. فنشوف النتيجه زي ما حصل في مباراه بيراميدز في الهدف اللي سجله بيراميدز الهدف الثالث، هل كان هدف صحيح ولا لا، ونقاط هل كانت مستحقه ولا لا. نطلع ونشوف اللعب. هدف الثالث أيه. لصالح فريق بيراميدز أيه. الكره دي اما نيجي نشوفها هتلاقي جاي من الكورنر، بس لما نيجي نشوف الكورنر من الاول هتلاقي لعيب بيراميدز مع لعيب الانتاج الحربي، هما الاثنين متلافتين على الكوره، ونوقف الصوره هتلاقي ان الكوره جت في ايد مهاجم بيراميدز قبل الكوره ما تطلع ركله ركنيه، وبالتالي لازم هنا يبقى في خطا على لعيب بيراميدز ان الكوره جت في ايده ويتحسب ركله حره مباشره على بيراميدز. وحتى فكره ان الحكم مش شايفه غريبه، واللقطه فيها اهمال واضح وفيها تعمد واضح وفيها الوضع التشريحي للايد واضح، كل ده والحكم تجاهله. هل ده فانيلا معينه يا كابتن مدحت الناس بتتعامل معاها بشكل معين؟ اعتقد الجيم اتلعب بذكاء يا احمد، واحنا قد وفرس، واحنا قد واحنا راصدين وما وراء الكلام، وجماهير النادي الاهلي فاهمه كويس جدا والله يا اسامه، وهم يعني ادرى وخلاص. كل الاتجاهات بقت واضحه للجميع، والحقيقه مش بس الهدف ده اللي كان فيه مشكله، بس احنا عايزين نوضح عشان ما ياخدش البعض كلامنا لسكه مختلف. احنا هنا مش هنتكلم عن بار، لان البار لا يتدخل في الحالات اللي زي دي. فعشان بس ناكد على الناس، احنا مش بنتكلم هنا بار، بنتكلم في حكم الساحه، لان حكم الساحه حتى في الجول الثاني اللي احرزه لاعب بيراميدز رمضان كان في اصلا خطا تحكيمي، والمفروض الفار استدعاه انه يدي كارت اصفر او يدي كارت احمر. بعض الخبراء التحكيميين قالوا ان المفترض ان الكره دي ترجع طالما في حصل خطا تتحسب فاول، لكن اللي حصل ان هي ما اتحسبتش فاول واتلعبت اوت، والرمية التماس جاء منها هدف الثاني. فهنا عندنا في اول مباراه النادي الاهلي خسر نقطتين بالتحكيم، نادي بيراميدز فاز بنقاط المباراه بالتحكيم. عندنا انديه اخرى وعندنا اخطاء تحكيميه اخرى، ولكن معانا فاصل يا اسامه، هنروح للفاصل ونرجع نكمل تسلسل
تسلسل الأخطاء التحكيمية اللي نتج عنها نقاط غير مستحقة للبعض. نطلع على الفاصل ونرجع نكمل معاكم فقرتنا. ورجعنا لكم تاني من فقرة الأهلي خط أحمر أو من برنامج الأهلي خط أحمر. أنا سايب الموبايلات وفارس سايب الموبايلات، فخلاص سيبوا الموبايلات عشان دخلنا في الجد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن نادي الأهلي وطبعا الأخطاء التحكيمية اللي حرمت النادي الأهلي من الفوز في مباراة وادي دجلة، طبعا بغض النظر عن المستوى الفني اللي كانت تحقق، ونادي بيراميدز استفاد، في نادي آخر أيضا استفاد أو مباراة أخرى. وطبعا إحنا بنتكلم ليه الأهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك او الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ لان ده الاهلي طبعا بطل الدوري، وبيراميدز والزمالك كان لاخر الدوري في التنافس على وصافه النادي الاهلي، فبالتالي لازم نتكلم عن المنافسين على بطوله الدوري. نروح بقى لمباراه الزمالك وانبي والاخطاء التحكيميه اللي البعض من الاعلاميين ايضا تجاهل فكره ان حصلت اخطاء تحكيميه وكان مفيش اخطاء تحكيميه حصلت في المباراه، فبالتالي احنا كلامنا دايما بالخبير التحكيمي. نروح نشوف اول تصريح عن الاخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك وانبي في المباراة اللي هي الحالة الثانية، كانت في الدقيقة 23 مطالبة نادي انبي لركلة جزاء. اما نشوف دي اللعبة اللايف، احنا اللعبة جايبينها عن طريق حاجتين. اول حاجة نتأكد الاول هل في خطأ ولا لا، اما نشوف في خطأ ولا لا من الاعادة دلوقتي اللي هتبين لنا. طبعا هنا في خطأ، يبقى هنا في خطأ على نادي الزمالك. الحاجة الثانية عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث الخطأ الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقة الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقة 6 ياردة، طالما الحدث هنا على خط يبقى هنا لازم نحتسب ركلة جزاء. البعض بيشكك في آراء خبراء التحكيم، وكمان بيشكك في اننا شايفين الصورة واضحة او مش واضحة، والحقيقة اصلا حكم المباراه ما كانش شايف الصوره واضحه، وكان تمركزه كان تمركز سيء، وبالتالي كان محتاج لمساعده. طب المساعده هتيجي منين؟ هتيجي من الفار. طب الفار كان فين؟ الفار ما خدش اي قرار والكره مشيت بالشكل ده، وطلع البعض يتكلم انها خارج منطقه الجزاء برغم ان واضحه جدا انها من داخل منطقه الجزاء، وجسم لاعب انبي فارس حتى لو كانت رجله بره الخط قليلا فجسمه مايل لجوه ال18، والتدخل كان عنيف جدا. على الاقل اسوأ تقدير الحكم كان لازم يصفر ويحسب فاول، لكن تمركزه السيء حرمه من انه يدي قرار سليم. وكمان الكلام في ان اللاعب كان بره زي ما انت قلت، الوضع التشريحي للاعب بميله للداخل مستحيل يكون اللاعب ما كانش جزء منه او في سوى الخط، وتعتبر هنا المخالفه صحيحه. بس ده مش راينا كمان، يعني لو ده راي تحكيمي واحد تمام، انما لا ده مش راي تحكيمي واحد، الاثنين الخبراء التحكيمين الرئيسيين ولو في القنوات لو كرة واحدة. هي بقى دي الفكرة. في لعبة تانية مهم جدا، لان هو البعض راح كله لفكرة اللاعب كان بره وجوه، وكأن ده نوع من الالهاء عن الكرة التانية بالضبط. اللي هي اسهل واللي هي اوضح، ولو اي حد عايز يحلل الكرة واضحة بالنسبة له. فنشوف الكابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي قال ايه ونرجع نعرض. شوف ما برضه يعني انا عايز اوصل لحاجه. بص بقى بص نرجع شوف انا نشوف لاعب الزمالك رايح بالشكل ده، رايح بيدخل فيه. بص اللاعب بص بس خلاص انا عايز اسال، اللعبه دي كده بالشكل ده ايه؟ واضح جدا. شوف بص واضح جدا انها داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله جزاء طبعا، ركله جزاء طيب انا علمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام. هي بقى نرجع بس للاعاده دي، نرجع نقف هنا نمشي فريم واقف هنا دلوقتي. نقف في الحته دي، هنا كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي صح يا كابتن؟ الكوع في ظهره مش واضحه قوي برضه. لو الايد فردت معناه انه بقى في دفع خلاص، يعني ما يعني الايد لما تفرد كده بالشكل ده بص نمشي خلاص ده دفع خلاص، وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. لو شفنا اللعبه الاولى اللي كان البعض وهو بيحللها على مزاجه كان بيقول لا ده الفريم ده يخليها من جوه، هات لي الفريم اللي وهي من بره، يعني المخالفه استمرت لجوه دي ملحوظه. ولكن كرة طارق حامد الغريب زي ما قلنا يا أسامة نوع من أنواع الإلهاء. أنا عايز أسأل سؤال لأي حد بيتفرج، هل الطبيعي إن إيد طارق حامد تكون في الوضع ده؟
على اللاعب مستند ليه، اكيد ده مش وضع تشريحي طبيعي. لا طبيعي، هو بقى طبيعي بالنسبه لطارق صحيح والله. هو بقى تعمد ان هو يزق، ما تعمدش ان هو يزق في النهايه، ان ايه طارق حامد راحت لدار المدافع اللي هو بيجري، فبالتالي افقدته توازنه. دي مش محتاجه اي تبرير او تفسير، وبستغرب البعض بيحاول يلاقي لها منطق، اصل هي زقه خفيفه، اصل هي كذا. هو اصلا مش طبيعي ان ايد اللاعب كانت تبقى في المكان ده، ولا طبيعي ان اللاعب يفقد توازنه بدون ما يتزق، خصوصا لان هو كان بيجري بيحاول يوصل للكوره. فاحنا بشكل واضح قدامنا حالتين ما فيهمش مجال لافتراض ان كان في حسن نيه فيهم او كان ما اتحسبش، واخطاء مركبه زي ما بتشوف. النادي الاهلي بيتحرم من ضربه جزاء، بيراميدز هدف في لمسه يد على احمد توفيق، بتروح للزمالك بياخد نقاط مباراه بشكل واضح من خطا. فالفكره غريبه جدا، وهو ده اللي احنا قلنا لازم نقف عنده، اخطاء مركبه بتتحكم في مسار الفرق الثلاثه. مش كده وبس يا فارس، ده كمان دفعت الكابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك ان هو يصرح تصريحات ضد التحكيم، واعتقد هو كده وقف في طابور المديرين الفنيين ابناء نادي الزمالك اللي لما بيديروا او بيدربوا فرق اخرى بيعانوا من التحكيم السيء. وطبعا كان عندنا امثله كتير منهم، طبعا احمد حسام ميدو وهو مدرب لوادي الكابتن طارق يحيى نفسه، والبعض بيجي بعد كده زي الكابتن جمال حميد يقول لك النادي وحيد او نادي واحد هو اللي ما بيشتكيش من وجود الفار. اعتقد انت عرفت مين النادي. عايزين بقى نقف عند حكم الفار يا اسامه، نقف عند حكم الفار. ايه اللي حصل معاه حكم الفار؟ بناء على قرار او تصريح نادي انبي او الجهه الرسميه، هو نادي انبي اعلن ايقافه. هنروح بقى حته جديده يعني من الاهلي خط احمر، ده بيان انبي اللي بيتكلم فيه في ايقاف الحكم الخاص بالفار اللي هو صبحي الغمراوي. هنيجي بقى لنقطه خط احمر بيتكلم فيها بشكل مختلف تماما. طيب الحكم ده انت اديته اللايسنس بتاعت الفار ان هو يبقى حكم على الفي اي ار، بيقف لانه عنده الخبرات وانت شايفه ان هو مؤهل. الحكم ده لو رجعنا لقبل كده هنلاقي ان في 2019 فبراير في مباراة ما بين دجلة والمقصة ورط إبراهيم نور الدين في هدف فيما يخص لم يحتسب هدف صحيح لصالح المقصة بعد ما الكرة تخطت خط المرمى، كان هو الحكم اللي المفروض واقف على الخط ودي مهمته الرئيسية. فبالتالي هنا احنا بنسأل، هل الحكم اللي في لحظة وهو دوره كل وظيفته في المباراة انه واقف على الخط عشان يشوف اذا كان في مخالفة قريبة بيشوفها او كرة بتتخطى ما شافهاش، هل ده بالنسبة لك كاتحاد كرة هيكون الاولوية ان هو ياخد اللايسنس ويبقى هو حكم فار؟ فكرة غريبة احنا بنسألها، على اعتبار ان الحكم ده تاني مرة يورط حكم، ده لو الحكم اتورط وليه تصريح اصل الناس مش فاهمه في القانون، مش فاهمه في القانون. هو حضرتك اللي كوفئت بشكل غير مفهوم وفي امكانيات محدوده بدليل لعبه زي دي، وانت كنت من الحكام القلائل اللي لهم اولويه حصول على رخصه الفار، دي حاجه انا مش فاهمها. هو وارد يكون خط المرمى ما كانش مركز معاه بشكل كبير واعتمدوا على انه يركز مع اعدادات الفيديو، فطبعا كمان مركزش مع اعدادات الفيديو. طبعا طلع مصادر مقربه من اتحاد كره القدم قالوا لا مفيش ايقاف، فالمباراه كانت 4 يناير معانا لغايه 4 فبراير، هنشوف هل هيتم اسناد مباريات. هيلعبوه مخصوص عشان اللي انت قلته ده كده، والله هيلعبوه مخصوص عشان يقول لك الحكم ما توقفش. يدعي لنا بقى، برافو. يدعي لنا. طبعا دي كانت اخطاء التحكيم اللي اعتقد واضح جدا، احنا ليه كنا كلنا ثقه مع بدايه كل موسم بنقول هنرصد اخطاء التحكيم عشان نكسر او ندمر اسطوره تاريخيه كانت للاسف بتعتمد على فكره عدم اشرفه الاخطاء التحكيميه. دلوقتي طبعا هنروح للفقره المحببه وهي فقره ريمونتادا. من ضمن الاخطاء التحكيميه والاعلاميين اللي تناولوا الاخطاء التحكيميه وبشكل مختلف كان كابتن احمد حسام ميدو في برنامجه طبعا على احدى القنوات الفضائيه، وطبعا احنا هنا بنحب فكره الجيم اللي بيلعبه الكابتن احمد حسام ميدو لان في بعض الاحيان هو مختلف عن مسار زملائه او المنتمين لنادي اخر في سكه ان هو احيانا بيقول ده صح وساعات بيقول ده غلط، ولو قال حاجه غلط بيرجع فيها تاني، لكن هو مشكلته انه في بعض الاحيان بياخد سكه اندفاع بشكل قوي تجاه رايه وبيصطدم في الاخر ان وارد جدا يكون ده راي خاطئ. تعالوا نشوف الراي اللي الكابتن احمد حسام ميدو بالتاكيد هيتراجع عنه بعد ما نسمع الفيديو ده. الاهلي ملوش ضربه جزاء في ماتش وادي دجله،
خدوا كلامي كله حته واحده بقى عشان ما تاخدوش حته حته. الاهلي ملوش ضربه جزاء في ماتش وادي دجله، كره مش ضربه جزاء، والكره بتاعت امام عاشور مش بنالتي، كره فاول من بره ال 18 وامام عاشور غشيم فيها بس ومندفع وفيها تهور بس من بره ال 18، والكره الثالثه بتاعت طارق حامد بنسبه 90% ضربه جزاء، وطارق ما كانش يقصد على فكره، طارق وهو بيجري ركبته خبطت في رجل الراجل بتاع امبي، كان لازم الراجل بتاع الفي ار يرجع كابتن صباحي، والكره دي كان ممكن تحسب ضربه جزاء بكل بساطه. هنا لا نجتزئ تصريحات، هنا لا نجتزئ اي فيديوهات، بنجيب المفيد وبنجيب رايك كله مش حته حته يا كابتن ميدو، وهتسمعه بنفسك. اتكلمت عن ان مفيش ضربه جزاء للنادي الاهلي، اعتقد كل الناس ردت عليك، لكن فكره يعني ايه ضربه جزاء على طارق حامد ما كانش يقصد، انا دي مش قادر استوعبها. هل هو ما كانش يقصد فبالتالي ما نحسبهاش ركله جزاء؟ ويعني ايه بنسبه 90%؟ طب بما انك قلت ان امام عاشور من بره بنسبه 100% فطبيعي تكون طارق حامد بنسبه 90%، بس انا هاخد كلامك ده، معنى كلامك ده ان في ركله جزاء لفريق انبي تقدر تغير النتيجه من فوز الزمالك لتعادل انبي، وده المطلوب اثباته الاستفاده التحكيميه اللي حصلت لنادي الزمالك. اما عن الاهلي وادي دجله اعتقد انت سمعت كل خبراء التحكيم. لا على الاهلي وادي دجله وبيتكلم بشكل قاطع، يعني بيتكلم بشكل قاطع، ما اعرفش مصدر الثقه دي ايه، لان دي اللعبه اللي ما حدش اختلف عليها. طب عايزين انتم تشوفوا معانا الفيديو ده ورأي كابتن ميدو بيرد على كابتن ميدو، ونرجع نعقب بعد ما تكونوا شفتوا الرد الغريب. بتطلع تحلل حالات تحكيمية على كف التلفزيون، سواء بقى كانوا خبراء تحكيميين او سواء كانوا ناس ليهم اجندات معينة بيشتغلوا بيها، انتم بتضحكوا على الناس ليه؟ الكورة جيبوها بداية الكونتاكت بتاعتها الفاول بتاعها من برة ال 18، هي لازم تبقى فاول من بره ال 18، ما تتحسبش بينالتي، الفي اي ار ما يقدرش يرجعه. التحليل على الكيف والتحليل بالاهواء والاجندات نفس السكه. اعتقد يعني هل الرساله مين اللي يوجهها لمين؟ يعني مين، هل كابتن ميدو اللي يوجه للحكام الراي ده، ولا اصلا كابتن ميدو هو اللي مختلف فبالتالي المنطق المغاير يجي يقول لك ان كابتن ميدو حضرتك اللي بتحلل وفقا للاجنده؟ وسؤال الاعداد كان زكي معانا لما طرحه امبارح، هو فين الخبير التحكيمي الاجنبي الراجل اللي كان بيجي بيقول اراء في اللعبات الفاصله؟ كنت انت اللي بتقول. اتمنى كابتن ميدو تجيبه في اللعبات الثلاثة اللي انت اتكلمت فيهم، وانا اثق انه في حياداته، واثق على فكرة انك انت عمرك ما هتوجهه، ونسمع رأيه فيهم ونرجع نقيم كنت صح ولا غلط. انا هجيبه لك دلوقتي الخبير التحكيمي ده، ولكن احنا هنا بنوضح نقطة بنأكد عليها، مشكلة البعض ان هو لما بيقتنع بقرار تحكيمي بيشكك في نوايا الطرف الاخر، وده اللي عمله الكابتن ايضا احمد حسام ميدو. لكن الكابتن احمد حسام ميدو ليه بأكد ان هو يعتذر؟ عشان اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين، لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكره مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا، لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا ندهله ان هو يبص على الكرة، هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكرة، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكرة ضرب الجزاء. زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. جميل جدا ثقافة الاعتذار يا كابتن ميدو، عشان كده احنا منتظرين اعتذارك عن كلامك عن مباراة النادي الاهلي ووادي دجلة، خاصة ان انت قلت انا مش راجل حكم، في خبراء تحكيميين بيتكلموا، فبالتالي يا كابتن ميدو لما تقول رأي تحكيمي ما تجزمش بيه ان هو صح، وما تشككش في نوايا الاخر، عشان ما تحتاجش زي ما اعتذرت لابراهيم نور الدين تعتذر ايضا للاهلي خط احمر. بالظبط، هو الاهلي خط احمر مش بس هو اللي فيما يخص حالات النادي الاهلي قد يحتاج الاعتذار، ولكن لاعب اخر وجه اليه كلام سلبي من كابتن احمد حسام ميدو في لحظه نسي فيها قال ايه، وان كان هو بينسى لا الاهلي خط احمر ولا جمهوره بينسى. نروح ونشوف
كابتن احمد حسام ميدو قال ايه لرامي صبري. حاجه تانية، رامي صبري لعيب انا بحبه جدا، وعلى فكره انا عارف ان هو شخصيه كويسه جدا، لكن يا رامي انت كابتن امبي صح وبتلعب في امبي تمام، الاهلي فاوضك ورحت لعبت ماتش اعتزال باين مع الاهلي او حاجه ما اعرفش، كانوا انت واحمد ثاني وبتاع، كانوا كنت رحت تلعب ماتش وبتاع والاهلي فاوضك وكنت قريب من انت تمدي للاهلي، ايه قصه يا عم رامي ان انت كل ما تجيب جون تعمل لك نسر وبتاع؟ يعني قصه، يعني انا بحب رامي صبري جدا تاني، لكن ليه، ايه لازمتها يعني؟ والاحتفال ان انت راجل كابتن الفريق، وازاي مجلس اداره الاهلي والكابتن حلمي طولان راضي باللي رامي صبري ده بيعمله، وينزل انستغرام ومراته تنزل انستغرام بعد الستوريز ان الاهلي ومش الاهلي، وينزل لبس وهو قاعد في البيت بشورت الاهلي وبتاع. يا اخي ده حتى لو الاهلي بيفكر يجيبك، والله لو انا من اداره الاهلي عمري ما بفكر فيك تاني ابدا. النوع ده من القسوه على لاعب وتذكيره، وكان اللاعب عمل جريمه رغم ان اللاعب ادى، وانا عن نفسي ما شفتش الاحتفال اللي عمله بالشكل ده، وان كان اللاعب اهلاوي او بينتمي للنادي الاهلي او بيحب النادي الاهلي دون ان يسيء لاي نادي اخر، ده ما يعيبوش يا كابتن ميدو. والرساله اللي انت واجهتها لرامي صبري هنفكرك بمشهدين وبعدين هنرجع لك انت تاني. اعتقد المشهد الاول يا اسامه، رامي صبري الموسم الماضي جاب جول في النادي الاهلي في الدقيقه 90 واثار الجدل، فاعتقد مفيش اي شبهه تواطؤ عند لاعب بيخص النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي، والتاريخ بيشهد بذلك. لكن بما ان الكابتن احمد حسام ميدو بيتكلم عن فكره الاحتفاليه وازاي تكون لاعب منتمي لنادي وبتحتفل بانتصار نادي تاني، تعال نفكرك بلاعب كان بيموت نفسه وبيصرح ان هو بيموت نفسه عشان يخدم نادي الزمالك وهو في نادي اخر، ده طبعا كان محمد شعبان. طبعا كان في مباراه المقاولين لكن احنا عندنا فيديو واضح جدا لاسلام جمال، عايزين نستعرض فيديو اسلام جمال وهو في طلائع الجيش وهو بيشوف وهو بيموت نفسه النادي الاهلي بيحقق لقب الدوري بتخطي فريق طلائع الجيش. نشوف الفيديو. عملت اشاره القوس والسهم بتاعت نادي الزمالك، عملتها كانت مناسبه. لا انا عاملها مش عشان خاطر استفز جمهور الاهلي ولا عشان خاطر الاهلي، لا خالص، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كسب، الف مبروك، خلاص. ما انا عاملها، انا راجل اعاره من نادي الزمالك وانا بحب النادي ونفسي الدوري، نفسي الزمالك ياخد الدوري، عاملها له. دي مش مشكله، دي حاجه تخصني انا، ما تخصش حد. انا لعبت النهارده، انا كنت بموت نفسي عشان خاطر الموقف بتاع فرقتنا اصلا، والحمد لله جبت جون وفرحان ان الزمالك يقرب ياخد الدوري. دي مش عيب يا كابتن، يتحسب كمان ياخد الدوري مع نادي الزمالك. طبعا طبعا طبعا، لا ده حقك الطبيعي انه الزمالك انت تسعد بفرقتك، يا بس الفكره انه بعد ما انت احرزت هدف، انا فهمت وانا بتفرج ان انت بتقول للزمالك انا هخسر النادي الاهلي نقطتين، وعلى فكره ده حقك الطبيعي. وانا كان نفسي يا كابتن، انا كان نفسي ده يحصل عشان خاطر فرقتي تاخد الدوري، وانا لسه فاضل لي سنتين في النادي ارجع وفرقتي واخده الدوري ونلعب افريقيا وفي حاجات كتير يعني السنه الجايه تحصل يعني. مش عيب برضو يعني يا كابتن، ولا لو انا بتكلم غلط قول لي لا انت غلطان. لا لا لا، ده بقى راجل بيلعب في فريق تاني وبيقول لك فرقتي، بيتكلم عن نادي الزمالك بيقول لك فرقتي وكان نفسي وبموت نفسي عشان ياخدوا الدوري. طب ده لما يلعب قدام نادي الزمالك ايه اللي ممكن يعمله؟ بص يا اسامه، احيانا قد يكون كابتن احمد حسام ميدو في فلسفته او في فكره ان هو يطلع يقول لك انا راجل متسق مع ذاتي، ده غلط وده غلط وده غلط، وانا راجل عندي قناعات ان ايه، لو انت بتنتمي لتيشيرت معين او بتمثله احترافيا لا يجوز انك تشير او تدخل اي طرف ثالث او نادي ثالث، لان ده بيحقر او بيقلل من النادي. تعالى بقى يا كابتن احمد حسام ميدو نقول لك انت ولقطتك انت اللي تنهي اي افتراض لحسن النيه وتخليك لازم تعتذر لرامي صبري. كابتن احمد حسام ميدو وهو بيشاور على علامه الزمالك او خطين الزمالك في مباراه وهو مدرب لدجله، وحصل مناوشات مع جمهور النادي الاهلي، كان في تعدي لفظي وكمان عمل شعار نادي الزمالك وانت بتمثل نادي اخر، وتوعد النادي الاهلي ان الزمالك هيفوز، والحقيقه مش للاسف طبعا الزمالك خذله والاهلي فاز بالمباراه. هنا بقى يا كابتن احمد حسام الرساله، لو انت بتمتلك المبدا ده وهنفترض ان هو عندك، لازم تطلع تعتذر لرامي صبري انك ما كان ان انت تعمل اللقطه دي. زي ما قلنا، لو البعض بينسى الاهلي خط احمر، ولا جمهور النادي الاهلي خط احمر بينسى، وهيفضل النادي الاهلي خط احمر في عيون كل الأهلوية. نشوفكم في حلقة جديدة، وسيظل النادي الأهلي هو النادي الأول في إفريقيا إن شاء الله.